وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة روحية رائعة من حلقات الكارما مباشر، اللي فيها جايين نزوركم ونقعد معاكم ونطلب منكم ان انتوا تتصلوا بينا عشان نصلي معاكم. هناخد طلبات الصلاة بتاعتكم زي الأيام اللي فاتت، واحنا واثقين ان الروح القدس هيدينا في اسم الرب يسوع اختبارات عجيبة مباركة جدا. بس الشرط الوحيد ان يكون عندنا إيمان وثقة كاملة في قدرة إلهنا الإلهية، أنه يستطيع أن يفعل معنا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر. أيضا معانا النهاردة الشخص الرائع اللي كلنا بنحبه، الغالي على قلب الرب وعلى قلوبنا جدا، الأسيس أليكس حنة. أهلا وسهلا بك عبد الأسيس، فرصة رائعة جدا أن حضرتك معانا النهاردة كمان. أهلا بك مدام سلوى، برحب بيكي، وده آخر يوم ليا في اللايف، نشوفكم في الفاندريزنج. ربي بحب يباركك. أشكرك وأشكر الكارما وأنا جاي النهاردة بقول له يا رب يعني في اليوم الأخير والعظيم من العيد هتعمل إيه، فوراني سحابة كثيفة حوالين الكارما زي آمين ما تكون دايرة حواليها. آمين فقال لي في اسم حلقة يسوع. مجد وحلقة سكيب. آمين أوضح النهاردة بس حاجة فعلا. للسادة المشاهدين، أحيانا بيشوفوني بستعمل التليفون، فإذا كنت بستعمله أنا بقرأ منه الأصحاح أو بكتب طلبات صلاتكو، لأنه في بيج، فأنا مش بستعمله في أي حاجة غير أن أكتب طلبات صلاتكو عشان أفتكرها وأصلي لأجلكم. آمين ربي يباركك. أنا شكرا. واثقة أن النهاردة فعلا الرب هيدينا المطر المتأخر هللويا. وحيباركنا وحيدينا اختبارات عظيمة جدا. أحبائنا المشاهدين، النهاردة الحلقة بتاعتنا بعنوان هبات القدرة الإلهية. هبات القدرة الإلهية، الرب يسوع عطانا هبة إن احنا نستمتع بقدرته الإلهية العظيمة. وأنا هقرأ معاكم مقطع من بطرس الثانية الأصحاح الأول، 10 أعداد من عدد 3 لعدد 11. هنقرأ الأعداد اللي في بطرس الأول، لو معاك بطرس الثانية الأصحاح الأول أسفة، لو معاك كتابك المقدس افتحه معانا وتابع معانا اللي احنا هنقوله. وهنتكلم عن القدرة الإلهية لإلهنا الصالح اللي ممكن يضعها في أولاده الغاليين على قلبه الممسوحين بالروح القدس، علشان يباركهم ويديهم نعمة ويديهم إيمان، فعلا إيمان فوق الطاقة. طيب أنا هقرأ المكتوب، بيقول: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من بين الفساد الذي في العالم بالشهوة. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتتين، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. هبات القدرة الإلهية. الأسيس أليكس هيشرح لنا معنى العنوان بتاع الحلقة بتاعتنا، ما هي هبات القدرة الإلهية؟ شكرا مدام سلوى. الحقيقة في رسالة بطرس الرسول الأولى، في أحيانا الناس بتظن أنه يعني المؤمن المبتدئ، في فرق في الإيمان أو في هبات الله للمؤمنين، والمؤمنين درجات. لكن في الحقيقة بطرس بيبدأ الرسالة كرسول ويقول كده: سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع. ففرق بين أن أنا أتنقل من الفوكس على نفسي، ان انا اقدر ابرر نفسي
واقدر اخد اي معجزه باستحقاقي، وان انا يعني عارفه مثلا حضرتك لما كنا في مصر او في اي بلد، لو واحد مثلا ليه معرفه وزير او رئيس وزراء او كده، بمجرد ما بيرفع السماعه ممكن ينقل شخص مثلا من اسوان لمصر يحل لاسكندريه مشكلة فورية. على طول بمكالمه تليفون بمعرفه شخص عظيم. فاحنا بمعرفتنا لربنا النهارده هناخد مكالمات كتيره، وانا واثق انه هنختبر الايمان المساوي الثمين لبطرس ويوحنا وعلى نفس الرسل. فالله اعطانا قيمه هذا الايمان العظيم، ايمان رسولي، ايمان غير عادي. انا عاوز اشجع الاحباء المشاهدين انه فعلا حوالين الكرمه النهارده كان في سحابه كثيفه، والسحابه اللي شفتها دي الرب قال لي ده سكيب روح المجد، سكيب روح القوه. عشان كده يا رب احنا بنتحد امامك النهارده، وبنعلن يا رب انك جاي بمجد على كل نفس، وبنعلن يا رب انك بتوصل لكل بيت، وبنعلن يا رب انك بتوصل لكل نفس. بشكرك لان خط المعجزات وخط الايات بدا يا رب من بدري قوي. فرحت قلوبنا يا رب بالنفوس التي خلصت، وفرحت نفوسنا بالنفوس التي شفيت. يا رب وشحنا بقوة من الأعالي، بارك الكرمة يا رب، سدد كل احتياجها، نضع الكرمة بين إيديك، واثقين يا رب إنك استجبت مقدما في آيات، في خلاص، في عجائب كثيرة في هذه الحلقة. آمين. آمين. مبارك اسم الرب، رب صالح. هللويا. كنت عاوز أركز الأول على الإيمان اللي بيغير النفوس. فمثلا نجد الإيمان ده، الرب دايما يقرر أو بيقول إيه نوع إيمان الأشخاص. فمثلا بيقول للتلاميذ في لوقا 8 وعدد 25، قال لهم أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا، فأنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. فعاوز أقول إنه الإيمان الثمين أو الإيمان العظيم هيسكت الرياح اللي في حياتك. إحنا كنا بنختبر أو بنشوف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي حرائق وجفاف، وكان بيتصلوا من يعني من سيتيز مختلفة ويقولوا صلوا. فالرب كان اداني الإيمان بالإيمان أطفأ قوة النار، فابتدينا نصلي، فالرب لطف الجو جدا، وابتديت أشوف السحب، وبإذن يسوع نشوف المطر، وانطفأت النيران. فأنا عاوز أشجع كل نفس تعبانة عندها رياح مضادة أو غرقان، الرب النهاردة بالإيمان هينتهر عنك الريح. أيضا بيقول يعني في الإيمان في لوقا 8 48، قال لها ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبنجد هنا أن قوة خرجت من الرب يسوع. المرأة التي أنفقت كل معيشتها ولم يقدر أحد أن يشفيها. فأنا عاوز أقول يمكن تكون استلمت تقارير سيئة وبيقولوا لك ما فيش شفاء. النهاردة الصبح بشكر الأخت اللي اتصلت وكانت حزينة جدا على بنتها بسبب ورم في الغدة الدرقية، لكن شهدت وقبل ما اجي الحلقة بساعات وقالت احنا صلينا والرب استجاب والورم نزل والغدة رجعت لطبيعتها. هللويا. وحتى العين واحدة من العينين كانت جاحظة ورجعت لمكانها، وعندها إيمان إن التانية هترجع. وأنا بطمنك. فعاوز أقول اللي مش لاقي حد يتنازل إليه، الرب النهاردة هيلمس، مش أنا ولا الأخت سلوى ولا حد فينا، لكن هنا بيقول الرب إيه، قال لها ثقي يا ابنة، إيمان قد شفاك، اذهبي بالسلام. ثقتك في الرب النهاردة هتغير مستقبلك، ثقتك في الرب هتغير ضعفك إلى قوة. و اللي ضعيف الإيمان الرب بيشجعه، وفي لوقا 17 عدد 5، قال الرسل رغم أنهم كانوا عظماء وإيمانهم ضعيف، قال
الرسل للرب زد ايماننا. فاللي عنده ايمان او مشكله مستعصيه النهارده وبيطلب من الرب زياده، هو انا واثق ان الرب هيوصل ايمانك ل100% لتغيير فعلي وتغيير في المستقبل. استاذنك اتفضلي. مكالمه احنا عاوزين معنا مكالمه. الاخ خالد من ميتشيجن، اهلا وسهلا بك يا خالد، اتفضل. سلام المسيح معكم. ومعاك، اهلا بيك. بس كان بدي اسال السيس أليكس إني صلي من أجلي، لأن I was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma الأسبوع الفات، وعملت أول كيموثيرابي، وأثناء هذا الوضع يعني اللي صار كنت يعني in the process of opening a business وكله تحطل وصار شوية بهدلة. وكمان يصلي لي من انا شويه، انا مؤمن بدم المسيح من سنه 92 وشويه ابتعدت عن الكنيسه يعني، وانه يرد لي بهجه خلاص، يصلي لي من اجل هذا الشيء. امين. صلي معايا اخ خالد. نعم. قل له اؤمن يا رب يسوع. اؤمن يا رب يسوع. انك تزود ايماني. انك تزود ايماني. وترد لي بهجه خلاصي. وترد لي بهجة خلاص. وبروح منتدبة تعتضني. وبروح منتدبة تعتضني. تعال يا روح الله. تعال يا روح الله. انسكب في قلبي الآن. انسكب في قلبي الآن. فرحني بيسوع المسيح. فرحني بيسوع المسيح. أعود إلى المحبة الأولى. أعود إلى المحبة الأولى. وبدم يسوع المسيح. وبدم يسوع المسيح. وبقوة الإيمان في شخصه. وبقوة الإيمان في شخصي. أؤمن يا رب. أؤمن يا رب. بشفاء من الليمفوما. بشفاء من الليمفوما. أشكرك. أشكرك. لأنك سمعت واستجبت. لأنك سمعت واستجبت. آمين. آمين. هللويا. ربي يبارككم. آمين يا أخ خالد، ربي يباركك ويكون معاك. وتابع معانا الإصحاح ده، إحنا لينا مواعيد عظمى ومواعيد ثمينة. فخلي بالك إن المواعيد دي الرب هيتممها معاك. بس قول له دين إيمان يا رب عشان أقدر أقبل منك معجزة واختبار حي. معانا الأخت مي من كاليفورنيا، أهلا وسهلا بيكي أخت مي، تفضلي حضرتك على الهواء. مرحبا. أرحب بيكي. أهلا بيكي. أقدر أكلم الدكتور؟ أيوة حبيبتي وسامعك، تفضلي. أنا مي حنا من كاليفورنيا، أرجو من الدكتور أن يصلي لي، عندي جلاكوما بعيوني. حاضر حاضر أختي مي، متأكدة نعم. الرب ملك على قلبك وحياتك ولا تحبي تصلي معايا؟ لا أصلي معاك. هو طيب. هو مالك على قلبي وحياتي، بس أنا أصلي وياك. طيب قولي له يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح، أثق من كل قلبي. أثق من كل قلبي. إنك مالك على حياتي. إنك مالك على حياتي. وقلبي وأفكاري. وقلبي وأفكاري. وتأتي بقوة الدم الآن. تأتي بقوة دمك. وتأتي بقوة دمك. وتشفي عيني. وتشفي عيني. وتلمس الجلوكوما. وتلمس الجلوكوما. وتعطيني بصر جديد. وتعطيني بصر جديد. أنا عاوز أشجعك يا أخت مي، امبارح كان أول اتصال في الحلقة، واحد كان عينه ما بيشوفش بيها خالص من ميتشيجن، وكنا في اجتماع في كنيسة وشهد انه الرب لمس عينه اللي ما كانش بيشوف بيها خالص وفتحت. هللويا. فاحنا عندنا ثقة كده ان الرب اللي بيفتح الاعين يفتح عينيكي ويشفيكي وخلي عندك ايمان. امين. مجدا للرب. هللويا. الرب يكون معاك يا حبيبتي، وان شاء الله نسمع اختبار يا اخت مي قريب منك، قريب قوي من حضرتك، تكلمينا وتقولي لنا ازاي الرب تعظم في عينيكي. معنا الاخت ساميه من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيكي يا اخت ساميه. اهلا بيكي، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. انا كلمتك من اسبوعين. ايوه بالظبط، وقلت لك على حاجه، مشكله كانت عندي، عايزه ابيع بيت وفي ست هناك مش راضيه تطلع. وقعدت اكلمك وصلينا انا وانتي وربنا تمجد، وهي طلعت الاسبوع اللي فات، وانا بعترف بالرب يسوع وصلاكي ان يعني انتي انقذتيني من موقف كنت لسه هعمل كورت وهعمل مشكله، ونشكر ربنا على ان ربنا تمجد وهي طلعت الحمد لله. وانا متشكره قوي قوي يا جماعه على الموضوع ده. ربي يباركك. وعايزه كمان اقول للدكتور اليس،
برضو هو سنتين فاتوا كان عندي برضو مشكلة في نفس البيت، واحد كان عامل لي قضية، وبعد كده القضية قعدت بقى خايفة منها وكده، وبرضو القسيس اللي صلى لي والحمد لله ربنا اتمجد من سنتين في نفس البيت. أنا متشكرة جدا جدا يا جماعة، والرب يسوع يتمجد معاكم وصلاكم جميل، وقناة كرمة أنا بحبها جدا جدا يعني. شكرا. وهي بتحب المشاهدين كلهم جدا. يعني طب عندك أي طلبة النهاردة؟ نصلي مع بعض يا ريت يا ريت. أمين. طيب أختي سامية، يا رب أنا بشكرك من أجل أختي سامية. بص أختي سامية، يعني أنا شايف الرب بيقول لك عظيم هو إيمانك، إيمانك أنصفك في القضية وبعيد عن الكورت. وفعلا يعني الرب مدينا، مكتوب عنه الرب قاضينا والرب شارعنا. أنا بصلي يا رب لأجل كل اللي عندهم قضايا، في اسم الرب يسوع الآن تنحل هذه القضايا يا رب، بدون كورت، بدون محامين، بدون مدعين. نثق يا سيد الرب، أنا شايف لو عندك أوراق قضية هاتها وحطها قدام الشاشة، وقول له يا رب أنا بالإيمان بحط إيدي على هذه القضية، وكل القضايا المؤجلة واللي ليه قضايا ليها سنين تنحل في اسم الرب يسوع. هستطرينا أعظم يا أختي سامية. هاليلويا. أمين. شكرا لك يا أخت سامية، ومجدا للرب للاستجابة. الرب يباركك ويديكي باستمرار اختبارات. النهاردة قسيس أليكس أنا عندي حبة طلبة صلاة طلبات جت قبل الحلقة، ففيهم طلبة بمناسبة الصلاة في الكورت إن في أسرة عندهم قضية بعد بكرة، لأن في احتمال إن الحكومة تاخد ولادهم. لأن اللي حصل إن الزوجة كان ابنها في العربية فسابته في الكرسي ودخلت البنت المدرسة. فما دخلت البنت المدرسة الظاهر بوليس حس أو حد حس، فتعملت لهم قضية. والنهاردة اتكلمت فالزوج قال لي محتاجين صلاة جامدة إن الرب يعدي بينا الكورت بعد بكرة، لأن احنا خايفين جدا ياخدوا مننا الولد والبنت. فاحنا هنصلي لهم. بس عندنا دلوقتي مكالمة من استراليا، الأخت ابتسام من استراليا. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا ماما سلوى حبيبه قلبنا. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي يا روح. نور الشاشه الاثنين قس اليكس وماما سلوى. نورتكم يا رب يسوع. نور المشاهدين كمان. شكرا ليك يا اختي ابتسام. قس اليكس انا اللي بحكي معك على المسجات على الفايبر. ابتسام اسمي من استراليا. اهلا بيكي. اهلا بيك قس اليكس، الله يخليكم يا رب ينور طريقكم باسم يسوع. ربنا يبارك. طبعا انت عم تقول هاليوم عن السحابه، انا صار لي اسبوع عم صلي على هيدي السحابه، والرب عم بيكلمني من خلالك اليوم يعني قدام الشاشه، وصلت الرساله لإلي. هللويا. الرب صالح. امين. طيب اختي ابتسام، هل في اختبار عندك او حاجه تحب تقولها لنا تفرحينا بيها؟ انا عندي اختبار لشخص مسلم. اي صديق ابني اسمه احمد كان. اي متزوج عنده 3 أولاد. وهذا الشخص كان مدخن كثير. كان عنده الكبد خلصان، سنتي صغير كان باقي معه. فكان عنده عملية كثير خطرة، نجاح العملية 38%. يا يسوع. فمن جابوا ابني لعندي قال له إلا لماما حتى تصلي لي إنه عندي عملية بكرة حتى يشفيني. جبته لعندي وقعدت صليت معه، قلت له احنا عندنا يسوع اللي يشفي واللي يداوي. قال لي انا بآمن بعيسى، تعرف الاسلام بيقولوا هن العيسى ابن مريم. فقلت له اوكي هو اللي بيشفينا، حط عينك عليه هو اللي راح يشفينا. قال امين. قعدت معه وصليت، قلت له بكره حجيب القس لانه ويقعد معك حتى يصلي، عندك مانع؟ قال لي لا ما عندي اي مشكله. كان منفتح هو يعني من صلاتي معه منفتح انه يقبل الرب يسوع بحياته. فاجا ثاني نهار جبت القس وقعد معه وحكي معه بكل شيء. القس فهمه احنا كل شيء نكب ورانا وناخذ يسوع اله شخصي لحياتنا هو اللي بيشفينا. قال له امين. قعد معه وطلب الرب يسوع في حياته. ايوه الشاب المسلم مجد اخذ يسوع انه بكل امانه، يعني انه حب هيدا الشيء يكون بداخله. كويس. فنشكر الرب. بعدين راح على العملية أجلوه مرتين، قالوا له ما عندك عملية لأن هلأ خطرة، عندك زرع لازم ينحط كبت لإلك. أجلوه مرتين كان رايح ويتأجل. أنا كان أعطيته الكتاب المقدس، قلت له اقرأ فيه أنت هيدا الكتاب
هو اللي بينورنا، هو بيعلمنا بكل شيء. فكان عم يقرأ باستمرار بالكتاب المقدس هو، أيوة. بحيث أنه خلال شهر خلصته بدأ يرجع فيه مرة تانية. فأنا نشكر الرب هيدا. بعدين قبل العملية بيوم تلفني قال لي بكرة عمليتي، فذات الوقت اللي بده يفوت على العملية حكي معي عم يبكي، قال لي بلك تصلي لي أنه أنا فايت على العملية وعمليتي 13 ساعة وعمليتي كثير خطرة. قلت له أنت ابن الرب يسوع، حط عينك على يسوع. قال له يا يسوع قبل ما تفوت العملية بدي تكون أنت قبلي هونيك، أنت اللي بتعمل لي عملية، وأنا أنا بعرف أنت رح تشفى، وإذا أنت تشفى تطلع لازم تمجد اسم يسوع، خلص لازم تعلن إيمانك قدام الكل. قال آمين. فصليت معه وهو عم يبكي راح. هو فات، فصلت بعثت مسجات انه يصلوا له لاحمد فات على العمليه مع الاخوه. وصلت المسج بتاعتك، بعثت مسج لإلك. ايوه فاكرها، صلينا له. شكرا رب. شكرا. فانا القصه بعنا وكلهم بعثت له المسج وعدت اصلي انا. وذاك الوقت انا كنت صايمه نفس اليوم الصبح عم صلي، الرب شوفني البنت اللي كانت ميته 12 سنه عمرها من اجا قومها. يا يسوع. هاليلو. من فات هو بعد أقل من ساعة إجانا تليفون من بنتي قالت مام أحمد الشاب ما عمل عملية. مجد. أنا افتكرت أنه حياته انتهت. أنا بعت الاختبار ده الصمول على الفايبر. يشكر الرب. هللويا. يشكر الرب. مجد. فات هو الوظائف طلعت كلها سليم بتاعت الكبد. الدكاترة ما عملوا له عملية، قالوا له أنت صاير عندك الكبد بلا ما تعمل زرع عملية. تمجد الرب بالموضوع لعنده، أعطاه حياة بدون عملية. زرع له هو الكبد. يس، كانت حالته 38% خطرة و13 ساعة. هللويا. مجدا للرب. فالرب تمجد بالموضوع. هللويا. أشكر الله، أشكر الله، رب يباركك يا أختي ابتسام. شكرا على الاختبار الرائع المشجع ده. احنا بننتعش لما بنسمع اختبارات زرع كبد بدون عملية. مجدا للرب. دي عملية، يعني عمليات بتكلف اكتر من مليون دولار. اكتر عملية الكبد في حدود. انا فاكر احنا كنا بنصلي هو على باب غرفة العمليات وكرروا له الفحوصات، رجعت كلها سليمة، قالوا مش محتاج زراعة بعد ما كان الكبد جاهز وطل عمليات. مجد. والرب هيتعظم اكتر واكتر. اكيد زراعه أكيد. اعضاء مجد. يا جماعه الهنا عظيم. هاللويا. الهنا قدير جدا. مجد. الهنا يستطيع فعلا يفعل معنا امور فوق. هاللويا. خيالنا. معنا الاخت داليا من سوريا، الخط وقع. طب معنا الاخ فرايم من مصر، اهلا وسهلا بيك يا اخ فرايم، اتفضل. ازيك يا اخت سلوى؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا اخ فرايم. سلام المسيح معك ومع حضرتك. حضرتك فكراني ولا؟ ايوه طبعا طبعا يا اخ فرايم، اتفضل. معلش انا بتحامل عليكم شويه. لا اتفضل، تحت امرك. اعوذكم برضه تستمروا في الصلاه من اجلي. امين. صلاه لاجلي يا اخ فرايم. انت عارفه ان انا عندي الفيروس والكبد تعبان. ايوه انا عارفه طبعا. الاخ فرايم فعلا اخ مؤمن فاضل وعنده اجتماع صلاه في البيت. حاضر. وعنده مشكله في الكبد نتيجه فيروس سي. أسيس أليكس هيصلي معاكي أخ فرايم، وقف وانظر خلاص الرب. خلي عندك إيمان، قف وانظر خلاص الرب. يا رب في اسم الرب يسوع المسيح بننتهر. أنا عاوز كل مريض كبد يحط إيده على الناحية اليمين كده. أمين. ناحية. أمين. الكبد ويصلي معايا. أمين. يقول أؤمن أيها الرب يسوع المسيح أنك تزرع كبد جديد في اسم زي ما سمعتني الآية والمعجزة. أؤمن يا رب يسوع أن قوة تخرج لشفائي مثل المرأة النازفة الدم. ألمس حضورك بالإيمان، أمد يدي بالإيمان وأنال بالإيمان شفاء يسوع المسيح بقوة الجروح. أمين. أمين. أمين يا أخ فرايم. أمين. رب صالح جدا. إحنا منتظرين معجزة تيجي على حياتك في اسم يسوع. أمين يا رب. رب فعلا زي الاختبار اللي لسه سمعناه من الأخت اللي في أستراليا، إزاي الرب إدى كبد جديد لشخص كان بعيد عن المسيح كل البعد، لكن وثق
ان الرب صالح ويستطيع ان يفعل معاه كده. الرب صالح. أسيس أليكس، نرجع لكلامنا لأن المكالمات لسه ما جاتش تاني. كنت فعلا الآية اللي بتقول عن المواعيد، قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. نعم. إيه رأيك في الوعد الجميل الرائع ده؟ شركاء الطبيعة الإلهية يعني شركاء القدرات السماوية. فمثلا في ناس بتمر باحتياجات يومية وعندها احتياجات شديدة، فالإيمان مكتوب عنه أيضا لما الرب كده في لوقا 12 عدد 28 بيقول إن العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحر يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. يعني أنا ممكن أؤمن بالله لاحتياجاتي اليومية، في ناس يقول لك بس الله للاحتياجات الروحية. تفضلي. طب معلش أخت دانيا، الخط وقع ورجع تاني. الأولوية المشاهدة. سوري. معلش الأخت دانيا، أهلا وسهلا بيك يا أخت دانيا، تفضلي حضرتك على الهواء. شكرا كتير إليك. ربي يبارككم. أنا دانيا من سوريا، عبر من سنتين. أهلا بيكي. أهلا فيك. ممكن حكي ال تفضلي وسامح حضرتك. تفضلي. أهلا بيك. تفضلي. أهلا فيك دكتور. بعد إذنك، أنا عبر من سنتين عايشة بسوريا. بدي أطلع عليك إنه ربي في اسمه يزود إيماني ويثبتنا فيه، وعلية خطيبة إنه ربي يفك أسره ويسر طريقنا لنتكلم في زواج الرب المقدس. بتقولي إنك أخت عبرة؟ عبرة من سنتين. قولي تاني يا أخت دانيا، قولي تاني لو سمحت. وفك قيود من على حد؟ فك قيود على مين؟ أخوكي؟ مين اللي عليه القيود؟ خطيبة. يطلق سراحه ويحمي، والرب يتجه يطلق سراحه من ايه يا حبيبتي؟ يحمي من كل شر. هو في السجن ولا حاجة ولا يطلق سراحه من ايه؟ يطلق سراحه من ايه يا أختي دانيا؟ هلا هو يعني فينا نقول محبوس، بس انه هو محبوس يطالعوا انه يعني يبريه. ماشي. امين يا رب. احنا بنباركك لأجل كل العابرين يا رب اللي بيشاهدونا، وبنيجي يا رب على الأخت دانيا بالإيمان، ونثق يا سيد الرب تبارك سوريا برد الجميع يا رب عن خطاياهم وعن شرورهم، وتعطي حياة جديدة، تعطي بركة يا رب. أذكر مصر أيضا في وقت الانتخابات يا رب، ونشكرك لأجل اختيار الرئيس الذي عينته يمينك. بارك يا رب الشخص اللي يدك عليه، واعطيه نعمة وقوة في الروح القدس. ونشكرك يا رب لأجل النتائج المبدئية اللي ظهرت في الخارج، وأنت قادر أن تبارك يا رب في الداخل وتعطي الإنسان الذي بحسب قلبك. يا رب احنا بنصلي من أجل فك قيود وحبس المأسورين في سوريا، وأن تعرف الجميع طريقك، كل العابرين يا رب تعبر بيهم أزمات الوحدة، وتفرج يا رب كل ضيقاتهم، لأن العدو بيحصرهم في ضيقات كثيرة عائلية ومعنوية وضيقات مختلفة، لكن نثق يا سيد الرب انك جاي عليهم بنعمة فوق المعتادة وتفك أسر الخطيب في اسم يسوع. اسم يسوع. امين. رب صالح. يا اخت دانيا هنصلي لك وهنسمع منك اخبار حلوة في اسم يسوع. معنا الاخ جورج من استراليا. اهلا بيك يا اخي جورج. ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بيك. ازيك؟ عامل ايه؟ صحتك؟ ازيك يا اختي سلوى؟ ازيك يا حبيبي اسيس؟ اهلا اخ جورج، الف سلام عليك. الله يسلمك. ارجو الصلاه لاجلي، عندي ميه والتهاب شديد في صدري، والميه كلها اللي بشربها بتنزل في رجلي وبتروح في صدري، ودخلت المستشفى ولسه طالع امبارح من المستشفى ومفيش علاج خالص نفع معايا. منتظر مجد الرب كي يشفيني من هذا المرض، والمجد اسم الرب، لانه رفع عني الدكتور، قال لي ان الكانسر اللي عندي اتحسن كتير خالص وترفع بسبب الكيموثيرابي اللي انا اخدته، فبحتاج صلاه شديده للمرض رجلي ومرض صدري. امين. امين يا اخي جورج. خليك معايا اسيس اليكس هيصلي معاك دلوقتي. نشكرك يا رب لاجل اخ جورج واحتماله كل هذه المشقات.
يا رب إيمانه، إيمانه يا رب الذي قد شفاه وأعطاه نعمة. سيد الرب هو يرفع قلبه إليك الآن، تصرف جميع المياه عن الرئة، عن القلب، عن القدمين، تعطيه سيد الرب جسمه نوع إديمة بدون أي مياه زيادة في الجسم أو على صدره يا رب في اسم يسوع. هو شاهد من قبل كم تعاملت معه وكم مجدت اسمك في هذا السرطان يا رب. بقايا المرض وأي سايد افكت وكل ما يعانيه الآن يبرأ في اسم الرب يسوع. آمين آمين. ألف سلامة ليك يا أخ جورج، رب يكمل جميل ومعاك ونسمع منك أخبار حلوة الأيام اللي جاية. اللي بدأ معاك هيكمل، رب معاك. معانا الأخت عفاف من كاليفورنيا، أهلا وسهلا بيكي أخت عفاف، حضرتك على الهواء تفضلي. ألو. أيوة مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيكي تفضلي. إزيك يا أخت سلوى؟ إزيك يا أخت عفاف، أهلا وسهلا. وربي يباركك ويبارك الأسيس أليكس. شكرك أختي عفاف. أنا جاية طمعانة في كرم الرب، لأن قبل كده الأسيس أليكس صلى لي وكنت مش قادر أحرك دراعي خالص، كان مفروض أروح الإمرجنسي، وهو أنا اتصلت كان على الكرمة برضه وصلى معايا وصلى لي، وفي الحال دراعي اتحرك. هللويا مجدا للرب. أشكرك على الشهادة الحلوة دي. ربي يباركك يا أسيس أليكس. وأنا برضه قابلتك بعديها وقلت لك وكده، وفعلا شهدت عن أمانة الرب وعنايته بينا وسماعه لصلواتنا. فأنا جاية النهاردة طمعانة في كرم الرب. في أخت عزيزة على قلب الرب وبتحب الرب قوي ومخصصة حياتها من أجل الرب وغير متزوجة، اسمها سوزيا. فجالها مرض، المرض اللي بيقولوا عليه خطير، بس أنا واثقة إن لا يعثر على الرب شيء. ما عندوش مستحيل، هو قادر على الشفاء. فأنا بطلب منكم. الأخت دي في مصر ولا هنا؟ لا موجودة في هنا في كاليفورنيا. أنا بتكلم من كاليفورنيا. آه ما نعرف، بس الأخت سوزي هنا في كاليفورنيا؟ أيوة حضرتك هنا في كاليفورنيا. أمين. وهي دايما معايا في الكنيسة، وبنت حلوة قوي هي ومامتها، دايما بيواصلوا على اجتماعات الصلاة وعلى الاجتماعات الروحية يعني. ومكررة حياتها للرب يعني، ما زي مثلا دانيال اللي كان حياته طبعًا للرب طبعًا، لم يتنجس بأصياب العالم. فالبنت فعلا كده والكل يشهد بكده يعني. أمين. فطبعا أنا نفسي عدت فترة محتار ليه يا رب. طبعا ما يصحش ان انا اقول ليه، لان امور الله بعيدة عن الفحص والاستقصاء. وهو بيعطي مع تجربة المنفس. يجرح ويعصب، يضحك ويلقى تشيات. فانا واثقة ان الرب فعلا هيتمجد وحيعمل معجزة. امين. وسوزي هتشفى. هللويا باسم يسوع. في اسم يسوع. امين. وصلوات الاسيس اليكس والاخت سلوى. امين. الرب هيسمع لها الان. امين. وهو معانا وهو حاضر في الوسط. هللويا. زي ما هو وعدنا، اذا اجتمعتين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في الوسط، فهو في الوسط. في اسم ونفسي يسوع. ونفسي صلواتك يا اسيس. حاضر. للاخت سوزي. نفسي برضو كل المشاهدين وكل الاحباء في الكرمة، الفريق اللي معانا، كلنا نتحد في الصلاه لأجل كل طلبة. وأنا عاوز أقول أنه الآيات والعجائب اللي بنشوفها في كل حلقة ده ثمر لمجهودنا كلنا، لأن إحنا كلنا فريق، اللي بيصور واللي بياخد المكالمات والأخت سلوى وكل الإخوة والأخوات هنا، كلنا تيم واحد، فإحنا بنحصد نتائج بركة التيم ده. يا رب بشكرك لأجل شهادة الأخت عفاف اللي دراعها اتحرك في الحال وقت الصلاة، والآن يا رب بنضم إيماننا للأخت عفاف تجاه الأخت سوزي. يا رب أنت قلت لو اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم هناك تكون في الوسط، ونثق رب في زيارة للأخت سوزي تبرئها من السرطان وتشفيها وتقيمها
زي ما شفيت الأخت عفاف في وقت الصلاة وفي ساعة الصلاة أنت أقمتها تقيم كل مريض. أنا شايف فعلا حاسس أنه يد الرب بتمتد عبر الشاشات. حط اتحد معانا في الصلاة وضع يدك على مكان المرض وادهن نفسك بزيت وقول له يا رب أنا بعمق إيماني وأنا بزود إيماني، أنا يا رب باخد من ذاك الذي صعد إلى العلا وسب سبي. الرب هيوزع عطايا كتير النهاردة مهما كانت طلبتك ومهما كان الجبل قدامك. قول له يا رب بإيمان زي حبة الخردل أأمر هذا الجبل أن ينتقل وينطرح في البحر الآن، ولا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. نشكرك يا رب لأنك تصنع فوق ما نطلب ونفتكر. أمين أمين أمين. أحبائنا المشاهدين خلونا نطلع فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا وانتظرونا. قناة الكرمة، بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح. Oh,
وانا شفتك فيه واللي جاي معاك قديم ما في شيء انا قلبي عليه ده انت الهدف وانا بسعى اليه سلمت امري يا ربي ليك واليوم ما تيجي انا ماسك فيه تفضل اماني وحبك ضماني ده انت حافظني في بيكم مرة تاني أعزائنا المشاهدين وهبات القدرة الإلهية في خطوط هناخدها بسرعة حتى القسيس معنا الأخ نجم من كندا أهلا وسهلا بيك يا أخ نجم تفضل الخير أهلا مساء الخير تفضل أختي سلوى كيفك إن شاء الله بخير نشكر الرب زي حضرتك ربي يباركك أنت والدكتور الله يكثر خيركم دكتور أليكس شكرا لكم أنا صراحة أنا زوجتي يمكن متابعة كثير دقيقة واسمها سائرة الشاعية اتصلنا قبل المرة وهي بتشاهدكم مع الهول أنا نازل على البيسمنت حتى أحكي معاكم بصورة صحيحة أنا طالب من دكتور أليكس حتى يحكي معي حتى يمكن أقول له إذا تكرمتي تفضل هو سمعك تفضل حبيبي دكتور أليكس أهلا بك أنا دكتور أليكس زوجتي تقريبا مرت من 3 سنين بكانسر لكن المرة الأخيرة تقريبا قالوا لها ما عندك أمل ولازم تظلي بالبيت لكن إحنا كمسيحيين قوتنا وإيماننا بيسوع كبيرة ولآخر لحظة لازم نتمسك به ودائما بيعقوب 5 بيقول عندما تتألموا صلوا وعندما تفرحوا رنموا احنا نشكر ربنا بأن جابنا لكندا وجابنا هالهدية لسائرة حتى يقربنا ليسوع واحنا الحمد لله كلنا معه لآخر لحظة وما عندي شك يوم من الأيام ربنا حيشيل الهم اللي عند سائرة بس أكيد بمشاركة صلوات الأخوة اللي موجودين بقناة الكرمة آمين ربي يباركك حبيبي يباركك حاضر أصلي معك يا رب نبارك هي سمعتك بالتلفزيون بالويبسايت يعني هي معك دلوقتي ممكن تصلي هي سامعتك طيب. أنا بالشاشة بتسمعك يا رب نباركك يا رب لأجل أخت سائرة نصلي يا سيد الرب انك انت تلمس كل مريض سرطان يا رب انا بصلي لاجل جميع الاورام الحميده والاورام الخبيثه بصلي يا رب لاجل جميع الالتهابات المزمنه والاكيوت والكرونيك يا رب انا بشكرك لان يدك ما زالت تصنع عجائب لان يا رب انت ربطت حياتنا مش بحياه انسان ولا بشخص لكن انت قلت انا حي فأنتم ستحيون ولو أنت صحيح فنحن أصحاء لو أنت قوي فنحن أقوياء لو أنت ممجد فنحن ممجدين فيك أشكرك لأن احنا يا رب بننتقل من الظلمة إلى النور والضعف إلى القوة والهزال إلى المجد بدم يسوع المسيح آمين آمين أخت سائرة الرب معاكي احنا بنصلي لك
وان شاء الله رب هيتمجد معاك ويديك اختبار رائع جدا. هللويا. تطلعي على الهوى وتشهدي بيه بأمانة إلهك العظيم القادر على كل شيء. رب يكملك بالشفاء ويحسن إليكي أختي العزيزة ثائرة. معنا بنت الرب من نيوجيرسي، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بك يا أختي سلوى، أنا مبسوطة خالص خالص لأني كان نفسي أكلم حضرتك لأني بحبك قوي وبحس إن عندك قوة إيمان برب يسوع المسيح جامدة قوي، والأخ القسيس أليكس. أهلا بيك. أنا محتاجة مشاركتكم بصراحة في الصلاة، عندي ظروف وحشة قوي بيني ما بين جوزي ومشاكل، ومحتاجة إن ربنا يتمجد. للأسف هو وصلها، يعني أنا عندي ثقة جامدة قوي بربنا بس لتكون مشيئته، بس هي للأسف وصلت لمحاكم والانفصال ويعني مش عارفة، فمحتاجة إنه حتى يقف معايا لأني اتظلمت كتير، لأن هو فاجئني كمان رغم إني في مشاكل، رغم إني أخدت زي ما بيقولوا على أخوانا اتظلمت إنه رفع عليا طلاق وإنه مش بيدفع إيجار الشقة وأنا ما بشتغلش غير من شهر وما عنديش دخل، فمحتاجة كرم ربنا. دايما ربنا بيحكم للمظلومين، فعلا أنا اتظلمت معاه جامد قوي ومجهود جامد قوي، يعني الحياة صعبة قوي. أيوة. فمحتاجة صلوات الأسيس أليكس يشاركني. طيب. بنت الرب أنت واثقة الرب ملك في قلبك وحياتك ولا تحب تصلي معايا؟ أحب كمان واثقة وأحب أصلي معاك. طيب قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، تعالى أسكن بسلامك، تعالى أسكن بسلامك وبنعمتك، وبنعمتك في قلبي، في قلبي وفي حياتي، وفي حياتي وفي بيتي، وفي بيتي. غيرني، غيرني وغير قلب الزوج، وغير قلب الزوج. أنت قادر يا رب، أنت قادر يا رب أنك تنصفني، أنك تنصفني وتعطيني كل حق، وتعطيني كل حق كهبة سماوية منك. عاوز أقول للناس اللي هم في ناس اتظلمت وفي ناس عندها قضايا معلقة، الرب مش عاوزك تنظر للقاضي إن هو اللي هينصفك، ولا تنظر لإنسان إن هو هينصفك، لأن الرب هو قضينا، الرب هو اللي عنده الإنصاف وعنده كل عطية صالحة. والرب بيقول لك ثق من كل قلبك انه لو اخوك الانسان ظلمك الله يبقى امين، مش هيظلمك وهو يرد كل حقوقك بطريقته. امين امين. معنا الاخت ايفلين من فلوريدا، اهلا وسهلا بيكي اخت ايفلين، حضرتك على الهواء تفضلي. اهلا، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. نعم وسلام ليكم وانتم منورين الشاشه، ربي يبارك وربنا يبارككم انتوا أسيس أليكس وكل قناة القرمة، رب يباركها كلها. أمين. ويبارككم كلكم. أنا عندي الحقيقة أشهد للرب أولا طبعا، وأنا كلمت مرة الأسيس أليكس قلت له أنا عيني فيها كانت فيها شريان بليدنج يعني، فانا قلت له الحقيقه انا في الاول كلمت القرمه وقلت لها انا عايزه التليفون بتاع الاسيس اليكس دايركت، فاداني التليفون، ادوني تليفون، متشكرين خالص على قناه القرمه ساعدتني جدا جدا، وكلمت الاسيس اليكس فعلا وقال لي انا كنت الحقيقه كان عندي انشورنس، بس انا رايحه للدكتور عادي ان انا اكشف على عينيا، انا مش عارف اي حاجه كنت ولا اي حاجه، فراحوا قالوا لي الدكتوره قالت لي ده انت عندك بليدنج في الشريان في الريتن من جوه في الشبكيه، ف بس احنا يعني هي بس فولو اب، واحنا عندنا الانشورنس بتاعتك ما تغطيش ال 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 الريتن دي، فانا الحقيقه قلت طب وانا اعمل ايه دلوقتي، فانا الحقيقه كلمت الاسيس اليكس ربنا يباركه ويبارك مراته وعياله ويبارك ويبارككم كلكم، وبعدين قلت له ان انا ما عنديش انشورنس دلوقتي تغطي ال الريتن دي، فصلى لي. بعدين انا يعني طبعا وثقت في الرب اولا، وثقت وعندي ايمان ان لازم هيشفيني، ففعلا انا رحت
بعدها يمكن بشهرين لا، وفعلا انا رحت قلت طب وانا اعمل ايه دلوقتي وما انا عنديش انشورنس. فواحده يعني كانت دكتوره عيون قالت لي ما تخافيش، انا ممكن اكلم دكتور بتاع الريتين وهيكشف عليك ببلاش. فانا طبعا خدت اسمي ووريت وقالت لي على الدايركشن فين، فروحت رحت عند الدكتور فقال لي انت من طرف فلان، قلت له اه، فقال لي طيب ما تخافيش ابدا. فكشف عليا الحقيقه جامد جدا، ودي طبعا حاجه مصاريف جامده جدا جدا، صور ملهاش اول ولا اخر، وازاي يكشف عليا ببلاش؟ طبعا يعني ده حاجه يعني من ربنا طبعا، ازاي يعني عملت كده؟ بس فبعد كده رحت فولو اب بعديها بشهرين. ف يعني قعدت انا الحقيقه قعدت يطلع سنه تقريبا. فبعد كده راح قال الدكتور بتاع الريتن قال ما تجيش تاني خلاص، الشريان راح خلاص. نعم. يعني خلاص انا هللويا، يعني مجدا للرب يعني. هللويا. بس فانا الحقيقه بعد كده قلت اروح لدكتور تاني، يعني زي ما تقول يعني سكند اوبينيون يعني. بس فرحت للدكتور التاني، اما طبعا ما قلتلوش على حاجه خالص. فقال لي انت جايه ليه؟ قلت له يعني اكشف على عيني، انا كان عندي جلوكوما. فانا الجلوكوما انا باخد فيها قطره، انا مش هممني يعني او كتير يعني الجلوكوما، عشان يعني كويسه القطره بتعمل يعني كويسه وكده. فقال لي طيب، قلت بعدين هو قلت له اكشف على القاع العين من جوه فيها حاجه ولا لا. فكشف على القاع العين قال لي كله سليم كويس جدا، واللي جلوكوما كويسه جدا وما فيش حاجه خالص. قلت له بعدين قلت له ان انا كان عندي كذا كذا، قال لي بصي انا يعني المفروض تبقى العين لما تبقى فيها حاجه مش يعني حاجه يعني ريبليدنج قبل كده وراقت المفروض تجلط، لكن انا مش شايف حاجه خالص. هللويا مجدا للرب. هللويا بارك اسم الله. شرياني كلها جديده مجدا يا مجدا مبارك اسمك. واشكر الله جدا 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 على يعني نعمته، ويعني مش عارف اشكر ازاي هللويا. واشكر القناه الكرمة الحقيقه، هي بركه في البيت هللويا. بارك اشكر ربنا على الكرمة ورب يباركها هللويا. بس انا عايزه طلبه من حضرتك. أي. انا عندي الحقيقه ابن اختي، انا اول ما قلت لمصر حكايه عينيا كده هو كلهم طبعا افتبكوا جدا هللويا. انا بعد كده قلت لهم ان القسيس اليكس، انا كلمت القسيس اليكس والرب شفاني من بطريقه القسيس اليكس، هو اللي صلى طريقه الرب. فراحت اختي قالت لي طب ممكن هم في مصر دلوقتي، فقلت لهم طب ممكن حضرت القسيس، فاكر لما قلت لك اسم ابن اختي عنده بتاع ده في ظهره موجوع، قلت لك اسمه طارق عزيز. قلت لي ايوه اعرف الاسم ده، طارق عزيز ده على اسم وزير خارجيه العراق. فاكر؟ ايوه فاكر اسم طارق عزيز لانه اسمه كومن يعني. اتفضل. ايوه كان وزير خارجية العراق. قالت لي خليه يعني يصلي لطارق، هو عنده انزلاق غضروفي. أيوة. والحقيقة عنده انزلاق غضروفي هو. أيوة. وامه، وعايزه حضرتك تصلي له هو وامه، وسلفه اختي الحقيقه تعبانه، فعايزاك تصلي لها تصلي لهم كلهم هم في مصر. فانا متشكره جدا جدا عليك وعلى الاخت سلوى وعلى الكرمه وعلى كل العاملين فيهم، والرب يبارككم كلكم. شكرا. انا عاوز اقول بس تعليق صغير. أيوة. هنلاقي فين مستشفى شامله زي الكرمه؟ بيخلق الرب كبد. راحت لدكتور العيون قال لها كل الشرايين يعني ما فيش اي اثر للنزيف، ما فيش نقطه دم، امراض عيون تلاقي، قضايا بتتحل تلاقي. هللويا. امراض رب الاخ ابو مهند. أي. جمله الامر. يا سلام.
انا بس لولا مربوط في السلوك دي كنت نطيت وقلت هللويا يعني. انا فعلا على قلبي ان بعد ما نخلص المكالمات نشكر الرب لاجل استجابات بتاعه صلاح هتجيلنا في اسرع وقت. هللويا امين. انا موافق معاك ان فعلا عايزين نشكر الرب على ان الناس اللي طلبوا طلبات صلاه احنا واثقين ان انتوا هتكلمونا تقولوا لنا الرب اتمجد معانا مجد من غير حدود. وديكم شايفين من اول الحلقه كم استجابه سمعناها. وانا النهارده صدقوني انا في التليفونات يمكن جاني 4-5 استجابات لناس صلينا معاهم على التليفون يا قسيس اليكس. ورب اتمجد معاهم يا جماعه. الهنا ده قوي، الهنا عظيم، الهنا يستاهل انه يتعبد ويتحب وانه يكون فعلا احنا يعني هو الهنا الصالح اللي احنا اسرى حبه وحنانه ومعروفه علينا. هو إله الأمانة عظيم الصنيع. صللنا يا أسيس أليكس قبل ما ناخد باقي المكالمات إن الرب هيبعت استجابات فورية دلوقتي لكل الناس اللي طلبوا. يا رب أنا بشكرك لأن سحابة المجد اللي شفتها حوالين الكرمة لن يفارق مجدك هذا المكان. شكرك. لأن يا رب أنت إله المجد ولما دعوتنا بالمجد. نعم. ولما يا رب قلت انه مجدي عليك يرى. نعم يا رب نحن نرى مجدك. نعم. في كل انواع التخصصات. ايوه وفي أيوة يا رب ده أيوة انت بتخلق من جديد شرايين. انت مش بس بتشفي، ده انت فيك ولك الكل قد خلق. نعم. اشكرك حبيبي لانك خلقت عيون جديده. ايوه لانك خلقت كبد جديد. يا حبيبي لانك خلقت اجهزه وكلى وخلق. يا رب اشكرك يا عز نبيك يا مجدنا فيك. احنا في عرس يا رب اسمك. عرس حقيقي. نعم. اشكرك يا سيد الرب لانه ما دام الملك في مجلسه افاح ناردين رائحته. هاليلويا. يا رب احنا قاعدين نشتم رائحه السرور. أيوة. وقاعدين نشتم رائحه المجد. شكرا. ونقول لك يا رب صغار شكرا. عن جميع الطافك. أيوة. والأمانة والآيات هاليلويا. والعجائب اللي صنعتها من استراليا لكندا يا رب. مفيش حتة في العالم إلا ودخلتها. نعم. نشكرك يا رب. احنا بنصلي لأجل الانزلاق الغضروفي، لأجل أمراض العظام، لأجل أمراض الأعصاب. لكن احنا واثقين يا رب ان احنا عيوننا لم ترى إلا القليل. أيوة. ولكن يا رب ستأتي بالحصاد الكثير والوفير في الخلاص والشفاء والتعزيات. وكل من له طلب الآن يا يسوع يرفع يديه نحو الآب السماوي كما صلى سليمان. وترأيت في المجد في كل من عليه قضية، كل من عليه أمر، كل من عليه ديون. بنصلي يا رب لأجل جنريتور الكرمة يا رب يجي بأسرع ما أمين. يمكن. عاوزين زي ما خلقت عيون وخلقت كبد وخلقت أجهزة جديدة انك تبارك الكرمة يا رب بالجنريتور ويفضل نور المسيح المعجزي. أيوة نور المسيح العالمي، نور المسيح الممجد في كل لحظة يشرق إلى أقصى الأرض. أشكرك لأجل مدام سلوى، أشكرك لأجل أخي صمو والأخت منى، لأجل كل الفريق الذي يعمل في صمت وفي خفاء. جزيهم أكثر وأعطي يا رب علانية أن يرى كل مجدك بوجه مكشوف. أمين. أشكرك يا رب. نشكرك. نشكرك. لم ترى إلها غيرك يصنع لمن ينتظر. مبارك اسمك إلى الأبد. يا من أحببتنا إلى المنتهى الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ كيف لا تهبنا حل للمشاكل؟ كيف لا تهبنا شفاء كامل؟ كيف لا تهبنا إحسانات إلهية؟ تعال بمجد على كل حد طلبك النهاردة وعظم العمل معنا لنصير فرحين أكثر وأكثر. نثق ونؤمن أنك معنا الآن. نثق ونؤمن أنك ستذهب لكل بيت ينتظرك ويرانا عبر الشاشات ليتعظم اسمك المبارك القدوس يا سيدنا رب. نحن ننتظرك في عبيدك الذين ينتظرونك يا رب ليتعظم اسمك ونفرح جميعا بالإيمان المشترك في اسم المسيح يسوع. نشكرك لأنك تعظمت. لك الكرامة ولك أنا كل حاسس الحمد. فعلا بنار الروح القدس تشتعل في عظامي وتشتعل في جسدي وبهذه النار الرب بيقول لي ستشتعل قلوب جديدة الآن بمحبة الرب يسوع.
نفسي يائسة على وشك الانتحار، الرب يرسل إليك رسالة حياة، بيقولك لا تفعلي بنفسك شيء ضار، الرب واقف عن يمينك وعن يسارك الآن، شايف الرب بيجدد قلبك بالرجاء، في نفس ما بين الموت والحياة الرب بيكتب ليك عمر جديد، وانت بتقول خلاص انا بشطب واودع ولادي اودع مراتي، والعيون نازلة الدموع نازلة من عينيك، الرب بيقول لك تحيا ولا تموت لأنك ابن للرب ولأنك خادم للرب وأكرمته في حياتك كثيرا. الرب جاي بلمسة حياة على جسدك وتحيا ولن تموت في اسم الرب يسوع المسيح. نفس مقيدة من أرواح شر ومن أرواح نجازة وبورنوغرافي وكل أنواع الشهوة، الرب يسكب عليك وعليك روح قداسة الآن، لا تعود تنظر إلى شهوات العالم ولا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. مريض كلى حاطط ايده من المغص الكلوي وبيصوت وبيقول انا مش قادر اتحمل الالم شديد، خدت المورفين وخدت المسكنات ومفيش حاجه نافعه، لكن الرب بيقول لك اعدك ان وثقت الان ورفعت قلبك الي المس الكلى وانزل الستونز وانزل الحصوات اللي فيها بقوه اسم يسوع الذي هو فوق كل اسم، فوق كل رياسه، فوق كل سلطان يستعلن فيك الان بمجده. هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا، الرب رائع عظيم جدا جدا. معانا الاخت فاديه من ميتشيغن، اهلا وسهلا بيك يا اخت فاديه، اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. الرب يبارك ويبارك الكرمة. امين. انا شريك في الكرمة وعشمان الصلاة من القسالة. امين. لان عندي ربطات في الرجلية، الشرايين الرفيعة ضربها السكري ومش قادرة امشي، كل رجلية ورمانة. الرب قادر، انا بصلي لحالي بس الرب قادر، شفاء من ايده هو. اسم يسوع. امين. اسم يسوع. حط ايديك على رجليك يا اختي فاديه. اوكي. وصلي الان وانت حط ايديك على رجليك، قولي معايا الكلمات دي ورايا وصليها، قولي له اؤمن ايها الرب يسوع المسيح. اؤمن ايها الرب يسوع المسيح ان تخرج قوه من لدنك. فاسم ان تخرج قوه من لدنك وقوه من صليبك. وقوة من صليبك وقوة من الروح القدس. وقوة من الروح القدس واسم الآب والابن والروح القدس. واسم الآب والابن والروح القدس يشفيني الآن. تشفيني الآن من السكر. من السكر وكل تعب القدمين. وكل تعب القدمين. آمين. آمين. خلي عندك إيمان يا فادية إنه فعلا قوة الله دخلتك الآن وفي اسم يسوع لمسك. آمين. أمين. أمين يا أخت فادية، نسمع منك أخبار حلوة في اسم الرب يسوع. معنا الأخ باسم من كاليفورنيا، أهلا بك يا أخ باسم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. أنا كنت اتصلت بالأسيس أليكس من شوية وهو صلى معايا، لكن حابب أنه يصلي معايا تاني بخصوص مرض موجود عندي. أمين. خاص بالقلب، يا ريت حضرتك تصلي معايا تاني. انا صليت معاك اخ باسم وانت سلمت قلبك للرب النهارده، اقول لك مبروك عليك الخلاص، وما دام قلبك يتحرر من الخطيه قلبك كمان يصير صحيح في المسيح. اشكرك يا رب لاجل اخ باسم اللي نقول اليوم حصل خلاص، وانت ابتسمت في وجهه ابتسامه الرضا، ان كنت شفيت قلبه من الخطيه هتشفي قلبه من المرض. بص يا اخ باسم، أنا عاوزك من النهاردة تسير أمام الله بقلب مستقيم، والرب يعني زي ما بيقول داود كده قلبا جديدا أخلق فيا الله، الرب يعدك تسير باستقامة بمخافة الرب، سيجدد قلبك ويعود كالنسر شبابك. أمين حبيبي، قول أمين. أمين. الخط فقدنا الاتصال. طيب. معلش. معنا الأخ باسم. معنا أمين. 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 أيوة بس قول أمين، شوية الحاجات اللي أنا قلتها لك تمشي بيهم، يكون لك شركة وعلاقة قوية يومية مع الرب، هتلاقي الرب يبدأ يصلح ويشفي، لأنه يعني الرب وراني أنه ده من تأثيرات بعض المواد الرب هيحررك منها وهتبقى كويس. أخ باسم
امين امين يا اخ باسم، رب يحسن اليك ويدي لك فعلا اختبارات شفاء رائعه. أمين. ويتمجد معاك في اسم الرب يسوع. هللويا. معنا الاخ ميلاد من نيوجيرسي، اهلا وسهلا بيك يا اخ ميلاد. اهلا بيكي. الحقيقه انا من 3 اشهر دخلت على خط الصلاه مع حضرتك، وكان في مجموعه منهم الاخت ميسون، وكنت موقوف عن العمل نتيجه لاتهامات ظالمه. أيوه. والحقيقه انا كنت يعني في ضيقه، ويعني رب سمح بالموضوع دوت لمجد اسمه. اشكر رب ان الاتهامات دي كلها بعد الصلاه من كل الناس وصلاتي انا كمان، لان لازم انا اصلي. رب سمح لي ان انا اتعرف على حاجات كتير خالص اخطاء فيا، وانا بعلن الموضوع ده لمجد الرب، وبعلن للناس اللي موجوده ان لازم يثقوا في الرب اكتر واكتر، لان هو الوحيد اللي هيحل كل مشاكل الناس. ما فيش حد غيره، هو اللي يقدر يعمل كل شيء. فانا بقول للاخوه اتمسكوا بالرب. انا بتمسك بالرب دلوقتي وبقول يا رب شكرا ليك على مجدك اللي انت عملته معايا ونجيتني زي ما نجيت ايوب ونجيت داوود ونجيت الفتيه الثلاثه، نجيتني من النار لان الاتهامات كانت شديده جدا، لكن انا الله سمح بان انا اخرج من الاتهامات دي بدون ما اتصاب باي ضرر. واشكر ربنا على اللي عمله معايا، وشكرا لصلواتكم وشكرا لصلوات كل الناس اللي كانت معايا في الفترة اللي فاتت. وربنا يتمجد معاكم، وبطلب ان انتوا تكونوا مع الاخوة التعبانين، يعني زي الاخت ميسون كانت بتتصل، الحقيقة اتصل بيها مرتين تشجعني. فانا يعني حابب على قلبي ان لو في الخدمة دي تنتشر اكتر واكتر هتساعد الناس اكتر. طبعا طبعا ربنا يكون معاكم ويساعدكم اكتر واكتر، ولو في اي حاجة انا تحت امركم. الرب يباركك. ونشكر رب على الاستجابة الرائعة يا اخي ميلاد. رب يواصل النجاح الروحي والزمني معاك في اسم رب يسوع. واحنا فعلا بنعمل فعلا فولو اب باستمرار مع كل اللي طلبوا صلاه، وكل اللي عندهم احتياجات معينه بنرجع نسال عليهم ونتابع الصلاه معاهم لحد ما نسمع منهم زي ما سمعنا من حضرتك. الرب يباركك وشكرا لاتصالك. معانا الاخت سوري احد افكر بس احبائنا المشاهدين، وانتوا بتتصلوا لو الرب وضع على قلبك اي تبرع لقناه الكارما علشان الجنريتور، واديكوا شايفين قد ايه معجزات كل لحظه وكل دقيقه بتحصل. فانا بشجع احبائنا المشاهدين اللي يحطوا ربنا على قلبك 100,000 2,000 القناه دي جديره بان احنا نصلي لاجلها وندعمها بكل امكانيه الرب يديها لنا، علشان تفضل المعجزات والفولو اب اللي بنسمعه من الاخت سالو والاخت ميسون وكل المجموعه اللي موجوده مستمر ولا ينطفئ نورها لحظه. امين. شكرا. امين. في ناس كانوا سالوا يا اسيس اليكس، سالوا مش عارفين الجنريتور ده يعني ايه، يعني مولد كهربائي لما النور يتقطع بينقذ الاجهزه بسرعه ويخلي الاجهزه تواصل وتستمر في التشغيل وتبقى شغاله علشان ما تتحرقش مننا، وعلشان مش كل المعلومات اللي فيها تضيع مننا والبرامج اللي حاطينها تضيع مننا. بتبقى مأساة كبيرة قوي لما بيتقطع النور فعلا، يعني بيبقى بالنسبة لنا صعب جدا. محتاجين ان الرب يبعت لنا جنريتور او مولد كهربائي في حالة انقطاع الكهرباء، انقاذا للأجهزة اللي تمنها مئات الالاف. امين. معنا الاخت ميرفت من نورث كارولينا، اهلا وسهلا بك يا اخت ميرفت. الو الو يا اخت ميرفت، اهلا بيك حضرتك على الهواء، اتفضلي. اهلا. بس مثلا عايزه بس الاسيس يصلي لبنتي عندها كانسر في العظام. يا حبيبتي محتاجه صلاه جنبها. اسمها ايه بنتك؟ روزينا. روزينا، حاضر. طب اختي ميرفت، واثقه ان ربنا ملك على بيتكم وعلى حياتكم واولادك، ولا تحبي تصلي معايا؟ أنا واثق إن ربنا موجود. ما هو موجود صح، بس أنا حاسس إنه في وجع في قلبك ربنا عاوز يشيله النهارده. أمين. إيه رأيك لو تصلي ويسوع يرفع عنك الحمل، ونصلي لأجل روزينا إن ربنا يملك على البيت كله وعلى نفسك وحياتك وعلى أهل بيتك، تحب تصلي؟ أيوه. طيب قولي له يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. أنا برمي كل أحمالي عليه. أنا برمي كل أحمالي عليك. أنا واثقة من كل قلبي. إن دم يسوع. إن دم يسوع. يطهر من كل خطية.
يطهر من كل خطيئة ومن كل مرض وكل سرطان. من كل مرض ومن كل سرطان. تعالى أسكن في بيتنا. تعالى أسكن في بيتنا. وكون أنت الملك والسيد علينا. وكون أنت الملك والسيد علينا. عاوز أشجعك أخت ميرفت، صلي كل يوم مع روزينا، واقري معاها كلمة ربنا وشجعيها، وقولي له يا رب أنا واثقة إن إيمانك دخل قلبي وحياتي النهاردة، وهو يقدر يغير كل حاجة بإيمانك. أمين أمين يا أخت ميرفت، رب يكون معاكي ويتمجد مع روزينا في اسم يسوع ويبرئها إلى التمام. أمين. في اسم الرب يسوع هنصلي لها حبيبتي، والرب يتمجد معاها مجد من غير حدود. معانا بنت الرب من ميتشيغن، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك على الهواء. هلو. سلام ليكي، أهلا بيكي. هلو، أنا أم يوسف من ميشيغان. أهلا وسهلا يا أختي أم يوسف، تفضلي. أريد القاس يصلي لي على مود ابني اللي داع الثعلبة، ويتقرب من الكنيسة. ابنك عنده إيه؟ ثعلبة، اللي هي ثعلبة اسمها لوبس. ابن بنتي عنده سكري عمره 7 سنين. حاضر. ابن ماشي. طب أم يوسف أنت واثقة أن يسوع سكن في قلبك وملك على كل بيتك وحياتك، ولا تحب تصلي معايا؟ أصلي معاك. طيب قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أسلمك قلبي. أصلي معاك. أسلمك قلبي. أسلمك قلبي. وحياتي. وحياتي. وأهل بيتي. وأهل بيتي. وأبنائي. وأبنائي. وأؤمن يا رب. وأؤمن يا رب اليوم حصل خلاص. اليوم حصل خلاص لبيتي. لبيتي. وشفاء الثعلبة. وشفاء الثعلبة. والسكري. والسكري. أنت الرب شافينا. أنت الرب شافينا. بص يا أختي أم يوسف، لو عاوز أولادك يقربوا من ربنا الأول، الواحد لما يقرب رب من ربنا بيقرب من الكنيسة، فإحنا نقرب الناس من ربنا إزاي؟ نصلي معاهم في البيت، نشجعهم كده بكلمة ربنا، بترانيم، بصلاة، بقراية الكتاب، واللي يحب ربنا هيحب الكنيسة أكيد. أمين أمين يا أختي يوسف، الرب يكون معاكي، وإن شاء الله هنسمع منك أخبار حلوة في اسم يسوع. معانا الأخت أحلام من كندا، أهلا وسهلا بيكي أخت أحلام، تفضلي. أهلا بيكي حبيبتي، أنا قحت وياك بس أنا مو على الهواء. على الهواء؟ آه على الهواء. اوكي بس هم. انا حقيقه قاعد اصلي لاجل بيتي، يعني البيت كله مو مؤمن. بس انا مؤمنه برب يسوع، وانا امنت من 2004، وبصراحه هسه قاعد اصلي لاجل اولادي وبيتي، يعني لحد الان ماكو استجابه. وانا اريد يعني صلاه منكم، اتعذب صلاتكم. ربي يبارك الكرمه ويبارك اخ سلوى والقسيس اليكس. اشكرك، ربي يباركك. حاضر. امين يا رب، بنباركك من اجل اخت احلام. يا رب انت اديتها احلام مقدسه ان اهل بيتها يعرفوا الرب. يا رب اديها الايمان ان صلاتها سمعت. بص يا اختي احلام، لما تصلي صلي قولي له يا رب مقدما، يعني اشكرك انك غيرت بيتي بالايمان، اشكرك انك يا رب استجبت صلاتي. وصلي كده يعني الاشياء اللي انت مش شايفاها بعينيكي ومش موجوده ادعيها وصلي لها. واحنا بنثق يا رب ان كل واحد النهارده بيشاهدنا عنده اشواق تجاه اهل بيته او اقربائه يعرفوك، نثق يا رب انك تعرف في كل الارض وفي كل بيت يطلبك، وامام كل عائله ترفع يديها نحوك الان. امين امين امين. رب صالح، اسيس اليكس جات لنا طلبات صلاه، اتفضلي. رب يتمجد معانا، وانا كان جاتني برضو طلبه صلاه، فعندنا تشكيلة طلبات صلاة الحقيقة كتير، عايزين ربنا يتنازل بالخير والرحمة. أنا هقرأ طلبات الصلاة بسرعة، وإن شاء الله هنسمع أخبار رائعة جدا في اسم يسوع، زي كل اللي احنا سمعناه النهاردة في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل الأستاذ مجدي، الرب يتقابل معاه ويغير حياته ويجمع شمل الأسرة. صلاة للأخ عزيز كان قرر تجرى له جراحة قلب مفتوح، لكن الأطباء اكتشفوا تضخم في الكبد ومشاكل في الدم، فتأجلت العملية وجاري الفحوصات على الكبد.
الرب يتداخل في أمره ويشفي. صلاة لأسرة في أوروبا، البنك عايز ياخد البيت منهم. صلاة لأسرة هناك حروب شيطانية شرسة على حياتهم. صلاة لأسرة عندهم محكمة اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليهم، عشان الحكومة عايزة تاخد الأطفال منهم، لأن الأم تركت الطفل في السيارة دخلت علشان تحط بنتها في المدرسة، تدخل بنتها في المدرسة. صلاة لأجل ماجد عنده مشكلة في القلب ومحتاج دعامة. صلاة لأجل عبد الله عمل عملية فتاء لكنه ما زال تعبان جدا ومتألم، ولابد له أن ينزل ليستلم الشغل بتاعه. صلاة لمايكل وعطاء وماجد علشان سالفيشن خلاص، وراشيل علشان الورق من كندا، والأخت ماريا عشان خلاص لزوجها ورب يرد لهم المسلوب في اسم المسيح. بنت الرب بنتها سنها سنتين، عايزة ما عندها مشاكل في القلب، الرب فعلا يلمس القلب بتاعها. رامز عايز هيلينج، عايز شفاء من الدايبيتس من السكر. منى عندها كانسر في العظم، في اسم الرب يسوع يتمجد معاها. بنت الرب سنها 9 سنين، عندها ابن سنه 9 سنين مش بيسمع ومش بيتكلم، طبعا الأم متألمة جدا. هاني علشان الورق وعلشان شغل في الكويت، رب يتمجد معاه في اسم المسيح. صلاة من أجل إنجي، الرب يشفي لها عينيها. صلاة من أجل مايا، عندها عملية في المخ يوم 29/5. صلاة من أجل بنت الملك، بتطلب الرب يرد المسلوب روحيا وماديا وجسديا، أمين. صلاة من أجل ريمون، الرب يشفي، ما تكملتش الطلبة يعني، أو يشفيه. صلاة من أجل جويس، الرب يعطيها سؤل قلبها، أمين. صلاة من أجل بنت الرب، أولادها يعرفوا الرب، وابنها الرب يعطيه زرع بشر. فعايزين نحط الطلبات دي كلها مع عايزين نصلي أجل ولادنا الشباب أسيس أليكس، اللي على تدخين واللي على مخدرات واللي مش مطيعين لوالديهم وسابين مرارة لوالديهم، واللي مش لاقين شغل وقاعدين في البيت. الحاجات دي كلها نحطها قدام الرب. أنا عاوز أقول يعني الرب بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. أيوة، ممكن برجوعنا للرب المرض يشفى والأبواب تنفتح والقضايا تتحل. أحلى شيء فعلا بقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي، ارجعوا إلي بالبكاء والصوم والنوح. عاوزين يا رب احنا بنبارك اسمك يا رب، وبنضع كل هذه الطلبات أمامك في اسم الرب يسوع مجدي، اللي محتاج لتغيير. كل اللي محتاجين يا رب أن يتغير القلب، قلت تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانه. جدد أذهان الأبناء والبنات يا رب، توب الجميع إليك. نحن نؤمن يا رب بنهضة روحية أن تسكب روحك على الأبناء والبنات، بدل ما يحلموا بالخطية وبدل ما يروا الخطية يرى شبابنا رؤى القدير. بنصلي يا رب لأجل عزيز أمراض القلب والكبد والدم يا رب، ناس عندها على الشاشة دلوقتي أكتر من أمراض، ويمكن عندهم بادي سيستم فيلير أو كل الأجهزة ما بتشتغلش، لكن احنا بنؤمن يا رب باستعادة حياة وقوة إليهم. في أوروبا يا رب الناس اللي بترفع إيديها إليك وبتطلب، والناس اللي بتفايل بنكربسي وفلست، أنا بقول لك يا رب ارجع املأ شعبك بالخير الروحي والزمني. اللي محتاج يا رب القضية ومحكمة الأولاد، احنا بنصلي يا رب ان الأولاد يرجعوا لأبائهم، ان ده يكون درس انهم يهتموا أكتر بأولادهم، وترفع كل شكاية عليهم من البوليس وكل قضية. الفتق يا رب، وكل واحد عمل عملية وعنده مشاكل بعد العملية البوست أوبراتيف، أنا بصلي يا رب أنك تشفي كل فتاء الآن، وتلحم يا رب، وتدي يا رب لجدار البطن أو أي مكان نزل منه فتق يا رب الآن في اسم يسوع، تأتي يا رب بشفاء لهذه الأجزاء لأجل الذين يحتاجون إلى خلاص. أنت القادر أن تخلص إلى التمام. لأجل محتاجين لأوراق،
يا رب افتح يمينك ومد يدك على كل القضايا لأجل رامز والسكر وبنت الرب والقلب يا رب، والأخت اللي عندها سؤال عاوزة إجابة تعطيها يا رب الروح الذي يرشد إلى جميع الحق، لأجل سرطان العظام ولأجل الناس الأبناء الذين لا يسمعون كلام أبائهم، أعطي نعمة للأباء أن يحبوا أبنائهم ونعمة للأبناء أيضا أن يسمعوا يا رب. هاني ورق الكويت، بارك يا رب كل الشعوب العربية اللي بتشاهدنا الآن، أذكر شعب مصر بصفة خاصة في الظروف التي يمر بيها، بصلي يا رب أن فترة الانتخابات الرئاسية تعدي بسلام يا رب، بدون انفجارات بدون اضطراب، تقيد كل سلطان العدو وتؤيد يا رب الإنسان المعين من قبلك وتسكب عليه من روحك القدوس، وتكون هذه الفترة يا رب فترة أفراح فترة سلام، ونؤمن يا رب أنك تجدد وجه الأرض هناك. انجي يا رب ومرض العيون ومايا والعملية والذين يطلبون رد المسلوب، نؤمن يا سيد الرب أنك إله رد كل شيء وعندك أزمنة رد كل شيء، ترد لكل شخص يا رب أضعاف ما سلبه العدو ليخدمك بماله ويخدمك يعني شايف أن الرب بيقول الناس اللي اتسلبت والناس اللي اتنهبت، لو أنت وضعت في قلبك أن تستخدم المسلوب لمجد الرب ولعمل ملكوته يعود أضعاف، ولن تخاف يا شعبي. أيضا لأجل جويس، لأجل الذين يطلبون يا رب زرع بشر، في اسم يسوع نضع أيدينا بالإيمان على كل رحم، ونضع أيدينا بالإيمان على كل زوج وزوجة. أنت قلت يا رب لا يكون في شعبك مسقطة ولا عاقر اللي بيسقطوا أو العواقر، نثق يا سيد الرب أن وعدك أمين وأنت قادر يا رب أن تبارك شعبك. أمين أمين. رب صالح، معنا الأخ أبو مهند، أهلا وسهلا بك يا أخ أبو مهند، تفضل حضرتك على الهوى. تحية محبة أم تحية عتاب؟ أعتب عليكم أم أحبكم؟ أنني أحبكم كثيرا. شكرا يا أخي. ليتا وأكثر، وأنا أنتظر 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 أنتظر. معلش يا أخي أبو مهند سامحني. تمر في خاطري تلك الآية التي تقول وإنه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. هذه وردت في مثل الابن الضال. أطلب منكم أولا صلاة حارة لأجل أخي مجدي الذي يخضع بعد 4 ساعات من الآن لعملية بتر في القدم. يا يسوع، بتر في القدم. أطلب منكم هذه أن ترفعوا هذه الصلاة الحارة لكي تمر هذه المحنة أو هذه التجربة على أخي الحبيب. بسم يسوع أمين. كما أطلب منكم صلاة أيضا لأجل ابنتي زين، لأنها لم تزل لا تتكلم حتى الآن إلا كلام بسيط جدا. أرجو أن ترفعوها ويطلق لسانها كما أطلق الرب يسوع المسيح لسان الأخرس. هذا ما أريده منكم أيها الأحباء. أمين. لأنني أحبكم وأحب أن أشارك دائما في قناتكم وأعبدكم، وأطلب منكم الصلاة لأجل بيتي ولأجل زوجتي ولأجل أبنائي جميعا. أمين. وشكرا. شكرا لك أيها القس أليكس. شكرا والأخت أخوان. والأخت يباركك. شكرا لك. شكرا لاتصالك. ربنا يباركك يا أخي أبو مهند، وإحنا هنصلي للأخ مجدي ولبنتك في اسم يسوع. معنا الأخت ليندا من أستراليا، أهلا وسهلا بك يا أخت ليندا، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام المسيح معكم أحبة. أهلا وسهلا بك. إذا ممكن طلب الصلاة من حضرة القس أليكس. تحت أمرك. تفضلي. أنا عندي طلبة صلاة، إذا ممكن طلبتين. طلبة صلاة من أجلي أنه ربي يقويني ويثبتني، ومن أجل زوجي وأولادي أنه يعرف الرب يسوع
هم لحد الآن ما مختبرين الرب يسوع. وطلبة خاصة كمان لشخص عزيز على قلبي مقيد بقيود القمار، يعني ترك بيته وأولاده وزوجته ضايع بهالدنيا. إذا ممكن طلب الصلاة، هو اسمه ريمون. ريمون حاضر. حاضر. طيب أختي ليندا، صلي معايا الرب يقوي إيمانك، وبالإيمان يضم أهل بيتك ويكون البيت كله للرب ولمسيحه. قولي له، وكل واحد عاوز بيته للرب يصلي معايا الصلاة دي. أمين. قولي له أؤمن يا رب يسوع، أؤمن يا رب يسوع من كل قلبي، من كل قلبي، إني أنا وأهل بيتي، إني أنا وأهل بيتي للرب ومسيحه، للرب ومسيحه. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، لأنك تفك كل القيود، لأنك تفك كل القيود. تبارك ريمون بالخلاص. آمين. بارك ريمون بالخلاص، وتفك من قيود القمار، وتفك من قيود القمار. أؤمن يا رب، أؤمن يا رب، إنك سمعت واستجبت، إنك سمعت واستجبت. أنا عاوز أكلم الناس اللي بيروحوا على اللوتري وعلى الكازينو، لاحظ إنه محبة المال أصل لكل الشرور. اللي بيحب المال ده غير لما ربنا يديك. اللي بيحاول ياخد من العالم، العالم ممكن يفلسك. وناس كتير كانوا أغنياء وبقوا فقراء لأنهم مشوا ورا الكازينوهات ورا القمار. لكن الرب يقول اكرم الرب من مالك ومن باكورات غلتك. أفضل مكان للاستثمار هو ملكوت الله وعمل الله. لكن اللي بيستثمر في العالم، فالعالم موضوع في الشرير، يستثمر في إبليس. لما تحط مالك في اللوتري وفي قمار العالم، أنت تضعه في يد الشرير. لكن حينما تكون الوكيل الأمين اللي الرب ائتمنه، فهو يزرع في ملكوت أبي. آمين. رب صالح. بيجيني أسئلة كتير يا أخت سلوى، نروح اللوتري ونلعب اللوتري ولا ما نلعبش؟ طب ما بدل ما تقامر، ما تيجي للرب اللي قال هاتوا العشور إلى الخزنة وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات. والرب يبارك. ليه بتروح للعالم وتصدق إن العالم ممكن يديك أكتر من الرب؟ العالم يأخذ ولا يعطي. والعالم يعني قال الرب لا تحبوا العالم، ودي أشياء التي في العالم، لأن محبة العالم عداوة لله. ممكن تحط فلوسك في كازينوهات وفي لوتريات وتلاقي نفسك أنت في عداوة، أمراض، تجارب مريرة. لكن أنا أدعوك، أما أنت وكل مالك للرب. أمين. معنا بنت الرب من نورث كارولينا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ومساء الخير أخت سلوى. أهلا بك، تفضلي. مرسي خالص على اهتمامكم بكل المشاهدين وكل طلبات الصلاة. ربنا يعوض تعب محبتكم. شكرا ليك. الله يخليك. ممكن أكلم أسيس أليكس؟ طبعا. أيوة تفضلي. وسامعك، تفضلي. أسيس أليكس، أولا أنا بشكرك جدا علشان حصلت معجزة كبيرة على إيد ربنا أولا، وكمان ببركة صلواتك. بنتي كانت سنفلت عندها لوكيميا في الدم، ومن قيمة 8 شهور أنا اتصلت بيك وكلمتك وصليت معايا، وربنا تمجد لحد دلوقتي الحمد لله كل التحاليل كويسة. هللويا. فأنا بتصل عشان أشكر الرب وأشكركم على اهتمامكم. وليا طلبتين صلاة كمان، معلش أنا أسفة أن أنا طمعانة في محبتك. اتفضلي. اول التلفزيون عشان عندي جلوكوما في عينيا. وانا ما عنديش انشورنس وعندي سيوله في الدم، والدكتور مخوفني من عمل العمليه. فطلبه البتصاله عشان عينيا، عشان عندي جلوكوما في عينيا ما بشوفش كويس. والطلبه الصلاه الثانيه عشان زوجي عنده مشكله مع الاي ار اس، خدوا منه كل فلوس البيزنس بتاعته، ودلوقتي مقوم قضيه علشان ترجع، بس المحامي قال له يعني 90% الفلوس مش هترجع. فانا طالبه طلبه صلاه اللي فيه الخير يقدمه ربنا. متشكره خالص على محبتكم. يا رب انا بشكرك من كل القلب لاجل اختي يا رب اللي شهدت بشفاء الابنة من اللوكيميا. شكرا. واثق يا سيد الرب انك تشفي الجلوكوما، وتتمجد يا رب في قضية الضرائب.
يا رب أنت تعلم حقوق عبيدك وأنت قادر أن تردها، في اسم الرب يسوع المسيح يعود ليهم كل مسلوب، ويعود ليهم إذا كان يا رب لهم حق في هذا المال أن يعود إليهم في اسم الرب يسوع. أختي الرب بيقول لك يعني زي ما شفى اللوكيميا هتشهدي بشفاء الجلوكوما، والرب هو اللي هيعوض المال اللي راح بطريقته، هو شايف قلبك وبيقول لك عاوزك انت وزوجك تتحدوا في الطلبة معا وتضعوا قلوبكم وبيتكم وكل ما ليكم للرب، والرب يقول لك ثقي انا اله التعويضات. في بعض طلبات صلاة اخت سلوى جات على مسج بتكست مسج، انا مش ببعت تكست لكن بعتوا لي بعض الرسائل. اتفضل. دكتور بيتر بيقول هاي باستر اليكس، عاوز صلاه فور هيز مانجر، المدير بتاعه هي لوست هيز جوب اند او بتاعته شي از لوكينج فور ا نيو جوب، شي از ا جريت وومن، بيقول انها امراه عظيمه، اند بليز براي فور بيتر، دي والدته اللي بعتها، هي ويل هاف ذا فاينل ايفالويشن او التقييم النهائي was the head of the program on Friday. هو ده دول من شركاء الكارما من وهو طالب في أولى طب وعدى كل المشاكل بتاع الكلية، ودايما الرب كان بينجحه بتقديرات عالية وينجيه من كل اضطهاد بطلبات الصلاة في الكارما. So God gives him grace in his in her eyes. طيب دكتور بيتر واخت فينيس شكرا على الرسالة اللي بعتوها، أنا بصلي أن فعلا المانجر والمديرة بتاعتك تلاقي شغل، أنا بصلي الفاينل إيفاليويشن، وزي ما ربنا عودك يا دكتور بيتر على نجاحات بامتياز وعلى نجاح بتفوق، هتشوف النجاح في الفاينل إيفاليويشن وهتكلمنا، وبوعد الرب اللي بدأ معاك من أولى كلية وأراك آيات وعجائب سترى أعظم. أمين. في برضو رسالة تانية جت، سلام القس أليكس، أنا اليوم اتكلمت معاك باختبار أحمد وأطلب صلاة لأجل ابني لأن صار معه مشكلة مع زوجته وخبرت البوليس وعاوزة أن احنا نصلي، وصلي الآن لفالي لأنه موجود الآن، أرجو صلاة صلى حتى يسمع صلاتك. طيب يا رب احنا بنصلي لأجل فالي وبنصلي يا رب انك تذكره الآن وتطلعه من القضية، إذا كان يا رب محاصر بالبوليس من أي مكان أنا بصلي يا رب وأشكرك لأجل اختبار زرع الكبد، وزي ما تمجدت يا رب في زرع الكبد تتمجد في حياة فالي. أبو مهند أيضا ومجدي وبتر القدم، أنت قادر يا رب انك تتمجد وتنقذه من هذا البدر البتر، لأجل زينة يا رب بنته أن تتكلم وتفتح لسانها في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. آمين. جت لنا طلبات صلاة أسيس أليكس تاني. أيوة. صلاة من أجل واحدة اسمها نادية مريضة وفي المستشفى ومحتاجة صلاة من أجلها. صلاة من أجل جرجس في مصر لأن عنده مية على الرئة. صلاة من أجل وجيه عنده مية على الرئة برضو وكل شوية يدخل المستشفى. صلاة من أجل بنت الرب في كندا لشفائها من ألام في الفم والعين لأنه لا يوجد عظم في فمها وبيأثر على عينيها، وأيضا عندها تضخم في الغدد الليمفاوية وفقرات الظهر مضغوطة على بعض ومأثرة على رجليها. ماشي. فيعني هنصلي لهم بعد ما ناخد الاخت ميري من ميتشيغن. اهلا وسهلا بيك يا اخت ميري. الو على الهواء. هلا اهلا وسهلا حضرتك على الهواء، اتفضلي. اتفضلي. ايوه سامعيني اخت ميري، اتفضلي. الو على الهواء. هلا ايوه حضرتك على الهواء، اتفضلي. اوكي. سلام المسيح معاك ومعاكي، اهلا بيك، تفضلي يا اختي. الو سامعانا يا اخت ميري؟ يا اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي. اوكي. وطي التلفزيون يا اخت ميري.
اسمعينا بس من التليفون بعد اذنك. يا انا بتكلم من التليفون. اتفضلي. في طلبة صلاة عند حضرتك يا اخت ميري؟ يا اتفضلي. انا مريضة. الف سلامة ليك. عندي سكر وإزراي مش قادرة امشي عليهم. الف سلامة ليك. اترزاكم تصلولي. حاضر. طب اختي ميري انت واثقه الرب يسوع ملك على قلبك وحياتك ولا تحبي تاخدي يسوع نصيبك الاول؟ صلي معايا. طب قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح تعالى املك على حياتي، تعالى املك على حياتي، اغفر كل خطاياي، اغفر كل خطاياي بدمك وصليبك، بدمك صليبة، واشفي أمراضي، واشفي أمراضي بجروح الصليب، بجروح الصليب وعمل الروح القدس، وعمل الروح القدس. آمين يا أختي ميري في اسم يسوع. آمين. ربنا يتمم. آمين. ألف سلامة ليك يا أخت ميري. معانا بنت الرب من كندا، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك على الهوا، تفضلي. إيه مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك. انا عايزه طلب الصلاه لو سمحتي. ايوه اتفضلي. اسيس اليكس يصلي لي لو سمحتي. أيوة. انا رجلي وجعاني وورمه، ما بقدرش امشي كويس، ادي حاجه. تاني حاجه، البيت عندي هنا مفيش سلام، عايزه سلام في البيت. حاضر. طيب صلي يا اختي بنت الرب والرب يدي سلام. يا رب انا اباركك لاجل بنت الرب في اسم يسوع. قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح تعالى اسكن قلبي، تعالى اسكن قلبي، غير حياتي، غير حياتي، اعطينا سلام الله، اعطينا سلام الله الكامل، الكامل، يحفظ قلوبنا، يحفظ قلوبنا وبيتنا، وبيتنا في المسيح يسوع، في المسيح يسوع. لو عاوزه سلام يا بنت الرب حقيقي، اجمعي اهل بيتك وصلي معاهم وارف الإنجيل كل يوم، واحفظه ولو آية أو اتنين، واطلبي نعمة الله كل يوم، ونعمة الرب هتزيد. جاني أيضا طلبة على تكست مسج، مساء الخير، أرجو الصلاة من أجل زوجي مريض سكر وكل جسمه متأثر حتى العينين، اسمه رامز، وسلام المسيح، عايزة ربنا يكلمنا من خلال حضرتك. طيب يا رب احنا بنصلي بعد اذنك كمان امساله. اتفضل. يا رب انا بصلي من اجل الزوج المريض السكر والرامز. بصي يا اختي، البيت عاوز تقديس بالصلاة، ولو ممكن اصوام، والرب ينتهر كل روح مرض، والرب ينتهر كل روح ضعف في اسم الرب يسوع. انا بصلي سيد الرب انك تأتي الان على هذا البيت بنعمة فوق نعمة، والرب بيقول لك يعني كل شيء مستطاع لدى المؤمن، بس عاوز إيمان موحد، اتفاق اثنين أو ثلاثة، واتفاقكم في البيت يعبر بالأزمات. رسالة تانية، هلو أم سارة، could you please pray for me to get accepted to the university and also could you pray for my brother Mina to pass the MCAT, thank you. Yes, Sarah, I pray for you right now in the name of Jesus for the Lord to open the door for the college and to make everything possible for your faith. Trust the Lord and lift up your heart and trust for a breakthrough that the Lord will make everything possible for your faith. I pray, Lord, for Mina also, for the FCAT or MCAT. Lord, I pray for success. And I pray for the best grade. I pray for all the students. كل الطلبة اللي بيشاهدونا سواء في العالم العربي أو في أمريكا أو أي مكان، على وشك امتحانات أو يطلبون النجاح، أطلب لهم بركة يوسف وبركة نحمية إله السماء، يعطيهم النجاح وهم يقوموا ابنه. آمين. آمين. هللويا. آمين. رب صالح يا أسيس أليكس. جت لنا برضو طلبات صلاة من الكنترول روم. رشا وشيرين، ربنا يكون معاهم. وشماس، رب يديله سالفيشن خلاص.
في حد 9 years old ولد سنه 9 سنين مش بيسمع لكلام مامته يعني. هاني الرب يديله العمل والشغل في اسم المسيح ويبارك عيلته. وبعدين يدي إيمان لأسرة عندها مشاكل، رب يديهم إيمان. أم جورج رب يدي زوجها شفاء. روماني في الجيل في السجن عنده كورت يوم الخميس ومحتاج لشفاء كمان. وبنت الرب عايزة بركات على العيلة بتاعتها. صلات من أجل دولة الرب يشفيها. صلات من أجل بنت الرب شفاء لآلام ظهرها. فأمين رب يتمجد. يا رب احنا بنباركك لأجل إيمان شعبك المتنوع. يا يسوع. صلي يا رب لأجل روماني إن في السجن يا رب، أنا عارف يا رب مشكلته قد إيه كانت صعبة، لكن أنت قادر يا رب إنك تعطي قلب جديد وغفران لما حدث، وتبارك يا سيد الرب النفوس التي تطلب الخلاص، الأبناء رب الذين لا يطيعون الأباء. بصلي يا رب لأجل تغيير الأباء والأبناء والأمهات، وأن يعرف يسوع لدى الكل. يا رب أن تكون رأس على كل عائلة، أن تكون رأس لكل رجل، وأن يترأس كل رجل في بيته بمحبة المسيح الفائقة المعرفة، كما أنك يا رب أنت هو رئيس السلام. صلي لأجل أم جورج والشفاء. أشكرك لأجل الأخت دولة وإيمانها العظيم. أيوة. يا رب هي اختبرتك في شفاءات كثيرة. اشفي عرق النساء واشفي المرض يا رب الآن، والمسها واجعلها تقوم تجري وتهتف وتقول عظم الرب العمل. نعم. معي. آمين. آمين. هللويا. مبارك اسم الرب. اسم يسوع. رب صالح، رب حاضر بقوة. أسيس أليكس مجدا. في مسجز عند حضرتك تلبصلة؟ لا لغاية دلوقتي أوكي. أنا بتشكر. نشكر الرب. نشكر رب لأجل مواعيده العظمى والثمينة. الإله اللي قال فإني أنا. نعم. الرب شفيك. هاليلويا. الإله اللي كانت بتخرج منه قوة. نعم. لشفاء المرضى، اللي كان. هاليلويا. يجول ويصنع خيرا. اسمي. ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أسيس أليكس في. نعم. بعض الناس اتعرضت لأسحار، جاني النهاردة أكتر من تليفون. أي. ناس مؤمنين. أي. لكن عندهم في البيت حد بيعمل حاجة في. أي. الأسحار. أي. فده فعلا يعني هم بيصلوا بس في شوشرة وحرب عليهم. أيوة. فمتألمين جدا ومش عارفين يعملوا ايه. مم. فعايزين فعلا نصلي ان رب يبطل مشورة العدو. مم. في حياة الناس دي، لان اللي بيحصل. مم. ان هم عندهم غلبة وقوة ونصرة وكل حاجة، بس شايفين فعلا. مم. ان في حد يعني في حرب في البيت، في حرب في البيت. فعايزين رب يحصنهم ويديهم سلطان انهم يبطلوا الحرب اللي جايه عليهم في البيت، عن طريق ان في طرف في البيت بيعمل سحر مثلا. طيب هو الكتاب يعني بيقول هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاه. فممكن نزود مع الصلاه الصوم، وايضا المواعيد العظمى والثمينه اللي هي موجوده في بطرس الثانيه الاصحاح الاولى. اردد مواعيد الرب بصورة يومية. يا ذاكروا الرب لا تسكتوا ولا تدعوا يسكت. ثالثا أؤمن. يعني لما بولس اتعرض في أفسس للصحراء، كان عنده الإيمان أن كل كتب الصحراء وكل كانت تقول وراءه واحدة بتدعو وتقول هؤلاء الذين أدعو لكم باسم يسوع بالخلاص. فالتفت وانتبه، امتلئ بالروح القدس. 4 حاجات تقاوم بيها: امتلأ بالروح القدس، انطهر الروح النجس اللي فيها، خد سلطان المسيح، تكلم بسلطان. لا تصدق أن السحر له تأثير عليك كمؤمن، لأنه في هذه جميعها يعظم انتصاري بالذي أحبك. للأسف أنا بسمع كتير، يعني بصي حضرتك لما الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. لو أنا بتكلم عن الحرب أكتر يبقى هكون إنسان مهزوم. لا يعني بحسب كلامك، يعني من الكلمة زي ما رسالة يعقوب بيقول إنه اللسان ده هو الدف اللي بتقود السفينة، حسب كل ما شاء أو حسب ما شاء المدبر بيقود السفينة. فهذا اللسان يضرم من جهنم ويضرم
دائرة الكون. اللي يولع الحرب في البيت ان انا اسمح لابليس يردد على اللسان، لا انا معمول عمل، لا انا علي سحر، لا انا علي كذا. لكن ايضا في نار تانية اسمها نار الروح القدس تضرم اللسان وتكون الكلمة الخارجة بالسلطان. فبدل ما تردد وتؤمن وتضعف قدام إبليس وتقول عاملين لك ومسوين لك، ثق تماما في الذي سحق الشيطان. إله السلام يسحق الشيطان على كم مرة ولا على كم يوم؟ تحت أرجلكم سريعا، تحت الأرجل سريعا. وبعدين استعمل سلطان المسيح اللي أعطانا السلطان، مش إن إحنا نخاف من الحياة ولا نتناقش معاها ولا نرتعب منها، لكن أن ندوسها. اللي بيدي سلطان للعمل والسحر انك مقتنع بينك وبين نفسك انه لسه ليه تأثير على بيتك وعلى اولادك. امين. معنا الاخت جوي من فيرجينيا، اهلا وسهلا بك يا اخت جوي، تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيكو. اهلا بيكو. اهلا وسهلا، مساء الخير، ازيك يا سيس؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا. عندي طلبة صلاة لأسرتي، انا عندي ثلاث بنات وعندي جوزي كمان. طلبة صلاة من اجل جوزي بالذات لان هو تعبان جدا وبقاله فترة طويلة تعبان نفسيا، وده اثر على صحته كمان جدا جسديا. فاذا سمحتي أسيس بجد تصلي من اجله كتير، يعني حتى لو افتكرت مكالمتي او افتكرت كلامي من وقت للتاني حتى تصلي علشان جوزي. طيب بصفة مستمر عاوز اسألك سؤال صغير، هل بتجتمعوا مع بعض تاخدوا وقت للصلاة لأجل بعض وتقروا كلمة ربنا بصوت عالي وترددوا مواعيد ربنا العظمى والثمينة على بيتكم وحياتكم، ولا الموضوع ده مش قوي يعني؟ لا هو بيحصل بس بأمانة مش باستمرار. طيب. يعني لما هو بيتعب أو نفسيته بتتعب قوي ممكن تلاقيه مش قادر إن هو يصلي. ما هو الواحد لما نفسيته تتعب لازم يعمل شيء مضاد للتعب، قاوموا إبليس فأهرب منكم. فالمقاومة إن أنا حتى أجبر نفسي على إن أنا أقرب كلمة ربنا، أشغل شريط ترانيم، أسبح مع المسبحين، أرنم مع المرنمين. قناة الكارما باب مفتوح، في مصلين كتير. فيعني قاوموا إبليس فأهرب منكم. وأنا بصلي يا رب من أجل الزوج التعبان نفسيا، وإنت يا أختي هتشجعيه بصلاتك، حتى لو هو مش قادر حط إيدك عليه وصلي معاه بكلمة الله. قولي له يا رب أنا أثق تماما أنه أنت في وسط هذا البيت، أؤمن يا رب أنه بدل الروح اليائسة والروح البائسة تدي له رداء تسبيح، ورددي عليه كلمات البركة وروح جديد سيدخل الزوج. أمين أمين. معانا بنت الرب من كندا، أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء، تفضلي. ألو ألو، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا. سلامي أسيس أليكس. اهلا بيك. اهلا بيكو. انا بتكلم طلبة صلاة علشان ابني، محتاجة انك تصلي له ان ربنا يتمجد ويتدخل ويشفيه من التعب اللي عنده، وانه يرزق ولادي بشغل. انا مؤمنة ان ربنا موجود وسمعني وبيسمع صلاتنا، بس محتاجة صلاتكم معايا لأجل الموضوعين دول. أمين يا رب. احنا بنتحد في الصلاة مع بنت الرب وبنصدق يا رب انه يعني الرب يقولك الإيمان اللي هو زي حبة الخردل ده باسم الرب يسوع ينقل الجبال، ولادك يلاقوا شغل، لأنك انت ما استسلمتيش لليأس وما استسلمتيش للحزن، هتشوفي ثمر فيهم وهتشوفي فعلا ان أبنائك يكونوا للرب. لا تخافي، اتشددي وتشجعي، انا بثق الرب يجعل منهم خدام، والرب يجعل منهم ابناء للملكوت وخدام للرب ومسيحه. امين امين. أسيس أليكس عندنا دقايق بسيطة البرنامج يخلص. أيوه. الطلبات الأخيرة اللي جت هنقراها ونصلي لأجلها قبل ما نقفل الحلقة. صلاة لأجل بنت الرب، إن الرب يديها سلام. طبعا هي متضايقة وعندها احتياجات ومحتاجة انها تثق في الرب اكتر. صلاة لأجل جينا، عندها بون كانسر في العظم، وميري عندها كانسر، والاثنين يونج ليديز عندهم يعني سنهم صغير وعندهم كانسر.
ميليسيا انها تلاقي شغل مع الكانسر برضو، وزيره عندها تيست وريزلت مستنيه ان ربي يتمجد معاها، وربنا يباركها ويبارك الاسره بتاعتها. الاخت ميمي عندها كانسر، الاخت فوزيه عندها ليفر بروبلمز ودايبيتس، عندها سكر ومشاكل في الكبد، والاخت والاخ الياس علشان السالفيشن. صلاه من اجل سوزي عندها الحزام الناري وحساسيه، صلاه من اجل البير الرب يشفيه، صلاه من اجل دينا عندها مشاكل في القلب وعندها فتاء في البطن وعندها عمليه الرب يتداخل في امرها لان عندها 6 اطفال، وصلاه من اجل جيني ان الرب يحسن اليها في الشغل بتاعها. عندنا فوق ال 200-250 طلبة صلاة حد الأسيس غير المسجز لسه ما غير المسجز. أمين، رب يتمجد في كل ده ويتمجد مجد من غير حدود في اسم الرب يسوع. لو حد بس شافني بستعمل التليفون أنا بقرأ الرسائل بتاعتكم وبسجلها عليه عشان تبقوا في الميموري بتاعتي على طول. أمين. يا رب أنا بشكرك يا رب لأجل قناة الكارما اللي استضافت العالم كله، واللي استضافت يا رب أكتر من 250 شخص، دول اللي عرفناهم، لكن أكيد في ألوف يا رب بتصلي خلف الشاشات. بنديك المجد والكرامة وبنتعهد الكرمة يا رب بالحماية من كل ضربة من كل عدو، كل كلمة وكل آلة صورت ضدها لا تنجح في اسم الرب يسوع. نشكرك لأجل النجاحات الفائقة التي أحرزتها في هذه القناة وسترينا أعظم يا رب. مسح على عبيدك يا رب، القادة صامول، أخت منى، أخت سلوى، أخت ليديا، كل أحبائنا يا رب المصورين والمخرجين، وبنديك الشكر والحمد لأجلهم. يا رب أنا بصلي لأجل النفوس اللي محتاجة سلام، لأجل اللي عندهم سرطان أنهم يصدقوا أنه بقيت حياة لشعب الله، وأنه في يسوع يعظم انتصارنا على كل مرض وعلى كل تعب. اللي بيطلبه يا رب أشغال، أنت يا رب ترزق شعبك بأفضل عمل وأفضل مكان وأفضل سالري، ويكون كل اللي بيعرفوك يا رب بيقولوا مجد. الأخت وزيرة يا رب وفي انتظارها، كل شخص في انتظار نتائج يا رب لأي مرض، أعطي نتائج جيدة لشعبك يا رب. لا يكون سقيم ولا يكون مريض ولا يكون عليل، لكن يا رب يكون الكل صحيح 100%. الأخت ميمي يا رب تشفيها من السرطان، تتمجد بيها أمراض السكر وأمراض الكبد وكل الذين الياس لأجل الخلاص، وكل من يطلبوك اجعلهم يا رب يستنيروا، لا تخجل أحد. أنا شايف يا رب أيدي كتيرة مرفوعة إليك، مش إحنا بس اللي بنصلي في الاستوديو، يمكن ملايين يا رب بتصلي وراء الشاشات. كل اللي بيرفع يا رب أيدي أمامك وبيغسل قلبه بدم المسيح وبيغير عقله أمامك، غير الملايين، غير القارات، غير الملوك يا رب. كل اللي عنده مشاكل، والأخت إحسان تعالى يا رب بمجد إلهي، انعم يا رب على قناة الكرمة بنعمة فوق نعمة. نشكرك لأجل الخدام الأمناء يا رب اللي بيصلوا النهار مع الليل، نشكرك لأجل النجاحات وكل الاختبارات التي أريتنا إياها، التي هي ثمرة صلوات كثيرة من مجموعات صلاة ومن فريق متحد روحيا ونفسيا. يا رب أنا بشكرك على كل من يقدم خدمة كبيرة أو صغيرة في هذا المكان الذي جعلته قدس أقداس للرب، هيكل لمجدك، هيكل للشفاء، هيكل للخلاص. نشكرك لأننا صرنا يا رب في هذه القناة نقول يا رب هيكل للرب وروحك يسكن فينا. يا رب أيدهم بنجاحات، سدد كل احتياجات، تعال بالمولد الكهرباء يا رب الذي إذا كنت يا رب زرعت كبد وزرعت كلى وزرعت عيون جديدة، هذا الأمر المولد لا يعثر عليك أبدا. أستودعك أحبائي، أستودعك خدام الكرمة، أستودعك يا رب كل من يقدم خدمة إلى أن أراهم ثانية، وجميع أحباء المشاهدين على الخطوط، كل من نالوا الشفاء وفي انتظار آيات إلى أن أراهم ثانيا، أستودعهم يا رب لكلمتك ونعمتك القادرة أن تحفظهم وتثبتهم إلى يوم مجيئك. آمين. آمين. مبارك اسم الرب. عايزين كلمة في دقيقة واحدة تقولها للسادة المشاهدين يا أسيس أليكس، ونصيحة رائعة لأولاد الله
اللي بيتوقعوا بسكوت خلاص الرب. امين. عاوز اقول انه الهنا اله الرجاء. يس. وعاوز اقول انه الهنا هو اله كل بركه واله كل عطيه. نعم. ناس كتير حاسه بالدينونه، وناس كتير بتقول ربنا بينتقم مني وانا ليه واقع في الظروف دي. الكتاب بيقول لم تصبنا تجربه الا بشريه، التجربه بسبب وجودنا في العالم الموضوع في الشرير، لكن وعد الله انه امين انه يعطي مع التجربه المنفذ. يعني خليك دايما بوستيف ايجابي مع الرب وتوقع منه المزيد، لانه بيقول اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح ليكم، كل من يطلب يجد وكل من يسال ياخذ. اشكرك مدام سلوى على استضافتك. شكرك. واشكر قناتي المحبوبه ومشاهدينا اللي شجعونا باختبارات مجيده. مجدا للرب. والى اللقاء في الفندريزنج بقى. امين امين. احبائنا المشاهدين، سعدنا جدا 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 بالحلقه وبحضور الرب فيها بمكالماتكم وبتشجيعاتكم بالاختبارات العظيمه، وننتظر من الرب المزيد لان احنا طمعين في بركاته واحساناته العظيمه علينا. صلوا لنا كتير واحنا بنصلي لكم ونسمع منكم باستمرار. الى ان نلتقي معكم في حلقه قادمه، الرب يكون معكم ويحسن اليكم ويحفظكم، والرب معكم.